يعز علي اني اطلع كذي وانا محتار. احب اطلع انا جاهز، احب اكون متسلح معلومات. المعلومات لو تكون عند الجن الازرق نوصل له، نوصل له، لكن احنا ما نعرف نوصل حق المستحيل، ما نعرف نوصل حق شيء مو موجود. مقدمتي بطبيعه الحال عن بطل الدوري المقبل، البطل القادم اللي ما ندري منه. كان بودي اطلع ابتسامه مثل كل الاعلاميين، مثل كل مقدمي البرامج اللي بكل دول الخليج اللي هالحزه، يطلع يقول مبروك للنادي الفلاني، هارد لك النادي الفلاني. والله مو عارف اقول حق من مبروك، ومو عارف اقول شو اللي صار، شو اللي راح يصير. انوه حق شغله مهمه، الموضوع الان برمته بالقضاء، منظور في القضاء، فبالتالي احنا نحترم القضاء وننتظر الكلمه الفصل من القضاء، لكن في تبعات جماهيريه، تبعات شعبيه تخصنا احنا. نبي نعرف، نبي نوصل حق الموضوع شو السالفه. صدقوني لو الموضوع في حل او احد يعرف شو السالفه راح نقول لكم. انا اجزم بهاللحظه ما حد يعرف شو السالفه، لكن خلونا نناقش المعلومات اللي عندنا. مساء الخير وحياكم الله. دشيت بدايه قويه، لكن هذه مكنون ما في صدري، وانا اعتقد الاغلب كان ناطر معلوم او معلومه، لكن ما في شيء. اي معلومه الى الان وصلت وما ندري منو بطل الدوري، وما ندري باكر في تتويج ولا لا. عموما ننطر ونشوف. مساك الله بالخير وعلي. مساك الله بالخير، مسي عليك وعلى المشاهدين الكرام. وسام يقول مكنون بصدري، ايش معناته؟ مكنون بصدري. مكنون بصدري. عموما انا اخاطب يعني الجميع، اللي يفهم اترجم، ما ترجم، اللي ما يفهم اترجم له. مكنون بصدري يعني اللي بصدري. فابو علي حياك. ادري ابو ايش دعك والله. تعرف وسام ما يدري. تعرف اللي شاد حيلي يعني. اسامه شلونك؟ وفعلا ما ندري شو السالفه. الله يسلمك. أمسي عليك وعلى المشاهدين الكرام وعلى الشباب موجودين، وكرم اللي الصراحة من زمان ما تواجهت معه بحلقة. أيوه. حارميني منه. أيوه. ما عليه ما عليه. نعم أبو علي، اليوم ختامها مع كرم. لا بعد إن شاء الله في حلقات ثانية. فحياك الله أسامة، حياك الله أبو علي، وحياك الله أخي البلاغ. صباحك الله بالخير، صباح عليك على الأخوة الكباتن. أقول حق أبو علي اليوم جاينا بشرة، هارد لك أبو علي. لا يا حبيبي، هارد لك يا أبو علي، إن شاء الله الدور الموسم الجاي. يقول لك يا الله. حياك الله. صباحك الله خير وشهد، أرحب فيك وأرحب بإخواني الكبار الموجودين وأستاذ المشاهدين. تخيلوا مع كل الضجة اللي صايرة على درع الدوري، والمشكلة الكبيرة اللي صايرة على ثلاث نقاط، وإحنا ما ندري شو اللي راح يصير، واليوم في مباريات تحصيل حاصل، جابر زينك يتهاوش مع حكم. مع كل هذه الضجه جابر زينكي بتهاوش حكم. جابر ما يصير، خلاص انتهى الدوري. لا هذه تبعات الكلام اللي انت قلته، اللي ان انت حتى انت عارف من واخذ صح الدوري. صح، فهذه الفوضى اللي هي موجوده، فما ادري اذا تبي نتكلم لك الحين ولا مع المباراه. اذا الموضوع طويل خل بعدين. لا والله موضوع مع المباراه خل. تبي تشرح؟ انا اشرح. زين اوكي ابشر، ان شاء الله مع المباراه راح نتكلم عن الموضوع. بس انت فعلا تهاوشت. انطرد. انطرد. انطرد بعد. والحكم هذا انا الوحيد اللي ثلاث مرات يطردني. ثلاث مرات؟ اي الظاهر انه دام استعصيت غرامات شوي محتاجين كم دينار ماخذ على ظهري. المره الرابعه يوديك المخبر. انا ادري هذا اللي باقي. زين شو اللي راح يصير باكر؟ سؤال المليون، منو راح ياخذ او يستلم الدر؟ من سيفوز؟ من سيفوز غدا؟ شو اللي راح يصير باكر؟ يعني انا سمعت ان خل بلام عندك بعض المعلومات. والله عندي بعض المعلومات. يعني شوف الاخوان، الى قبل ساعه ما قدروا يوصلون حق اي نتيجه. في ناس تبي تتوج بكره، وفي ناس ما تبي تتوج بسبب الكتاب اللي وصلهم. لو تحطون على الشاشه اللي هو اخر فقره او فقره من الهيئه. اي بصراحه في 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 غشاوه. الكتاب الكتاب زين. فهذا هذا الفقره الاخيره اللي خلت اعضاء اللجنه الفقره يتخسمون. خلنا اقراها لك. في مشكله بالكتاب في الفقره الاخيره، اي اللي خلت اللجنه زين، اللي هي وحيث ان الاشكال سالف الذكر يوقف تنفيذ الحكم المشار اليه مجرد قيده، لذا نخطركم بذلك للعلم والاحاطه والاعاز لمن يلزم بعدم اتخاذ اي اجراء نحو الحكم الصادر في الدعوه رقم كذا في سالفه الذكر الا بعد صدور حكم في الاشكال واخطاركم به. هذا كلام قانوني وعام زين. انت اشرح الكتاب، اشرح ايش تبي توصل له؟ دور منو يشرح؟
الهيئه الكاتب الكتاب يعني الهيئه اي الهيئه يعني يعني خلت اعضاء الاتحاد كل من يفسر على كيفه زين زين ناس تقول لك لا النقاط تبقى على 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 هذا الكلام ناس تقول لك لا النقاط تترحل تثبت فانقسموا اعضاء الاتحاد ناس يقول لك بكره انا ما ابي اتوج خلاص ما في تتويج في فعلا انقسام داخل الاتحاد اي هذا اللي انا وصل لي الكلام اللي وصلني احنا ما نبي احد يطلع من الاتحاد يقول هذا مو صحيح والله عاد كيفه لا معلومتك كيفه كيفه متاكد منها مصدرك متاكد منها احنا ما نقول شيء لا لانك يعني ما تغور على الناس لا تدري شنو قلت ابو انور ايه؟ قلت هذا اللي سمعته ايه فبالتالي متاكد منه اكيد يعني اللي سمعته منين سمعته لا مرات الواحد يسمع اشياء مو دقيقه لا 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 انت واثق لا لا, لا لا الحمد لله تمام. ما عمرنا سمعنا شيء او تقولنا شيء لا على الناس بين تقول وتسمع اشياء مو دقيقه مرات نسمع احنا ما يكتب غطاس بكره الصبح راح يجون كتاب حق الهيئه حلو الاتحاد راح طبعا تمام. راح يطلبون تفسير النقطه هذه هذا اكبر اثبات ان الجماعه مو متفقين زين اذا ما صدر كتاب قول والله احنا في برنامج بين شطين قاعد نتقول لكن بكره الصبح راح يصدر كتاب من اللجنة إلى الهيئة العامة لتوضيح هذه النقطة تفسير النقطة هذه بالضبط هم اختلفوا شنو التفسير اللي منتظر في أكثر من تفسير سيناريو في يمكن مثل شنو؟ أنا أقول لك يعني هم يقول لك يمكن الناس فهمت أن النقاط تثبت تثبت إيه إلى صدور الحكم في ناس تقول لك لا النقاط تنسحب إلى صدور الحكم بعدم اتخاذ أي إجراء نحو الحكم الصادر بعد في الدعوة رقم كذا إجراء شنو اللي ما تتخذه شنو يعني يمكن عدم سحبها ما تدري هذا اللي خلى الناس تشوش زين فأنت بكرة الصبح ما راح يرفعون كتاب نرجع حق السبب والمشكلة المشكلة هي اللجنة مع احترام لشخوصهم هم يعني اسمح لي أقول لك التراخي والتمايع باتخاذ القرار خمس شهور وهي تحوس بين لجنة من مكتب لمكتب مكتب لمكتب وصلنا إلى نهاية الدوري زين وشربكنا العالم زين هذا ناقشناه أبو أنور بس أنا بأكد على كلامك إن في قد يكون في أكثر من تفسير إيه؟ لما يقول لك نخطركم بذلك العلم والإحاطة والإعاز لمن يلزم بعدم اتخاذ أي إجراء نحو الحكم الصادر عدم اتخاذ أي إجراء نحو الحكم الصادر ممكن تثبيته صح صح وممكن لا تجميده بالضبط فأنا أقول يعني أنا تسألني شنو رأيك يا خليل البلام؟ أنا كان رأيي أنا رأيي هذا. إيه؟ طبعًا لا كتبته ولا شيء لكن هذا رأيي. أول ما وصل الكتاب زين أول ما وصلني الكتاب أأجل المباراة. بتقول لي أي مباراة؟ مباراة بين القادسية والكويت. أوكي. أنا مع التأجيل. أنت دورينا بس حكم. أأجل المباراة ما له شغل الحكم الحين ما له شغل. لا أنا حكم قبل المباراة. وصل الكتاب بعد المباراة. لا قبل أنا أقول لك لا بعد المباراة ثاني يوم الصبح وصل الكتاب لا أنا أقول لك أجل يعني أجل إذا الحكم بعد المباراة تأجل على أساس شنو التأجيل ما له شغل في الحكم تأجيل مباريات بكرة أنطر الحكم أنطر شو وراي يطول خلي يطول خل أنت قاعد تلعب شو اسمه السوبر متى يعني معقولة أجل حق بداية الموسم ولا دخل الناس في متاهات زين هذا يعني بكرة القادسية بيلعبون مع خيطان بيحتفلون وهذا حق لهم مشروع ونادي الكويت بيلعبون معه السالمية وإذا فازوا بيحتفلون وهذا حق مشروع لهم باش العالم وين تحتفل الكويت فاز على السالمية فرضا والقادسية فاز على خيطان زين يعني الكل جاهز حق التتويج كل جاهز حط صعادياته والعاب النارية زين وبيحتفل زين ومن حق مشروع بيحتفل الحين وصلنا معلومة من أحد المسؤولين في الاتحاد شو يقول يقول الأغلب إيه؟ مع التتويج إيه؟ بس سيخاطبون مثل ما قلت سيخاطبون الهيئة إيه؟ لتحصين وتعزيز قرار عاد هذا من ننطر مثل ما قلت ننطر نشوف أبو علي بعيدا عن زحمة القوانين احنا مقبلين على حادثة تاريخية وكلنا كرياضيين مشاركين في الحقبة التاريخية هذه اللي غير مسبوقة يعني بدش علينا رمضان احنا ما نعرف منو اللي اخذ الدوري بسم الله الرحمن الرحيم طبعا اول شيء باركنا على مانشستر بطل اوروبا لا شيء عادي يعني عادي يعني شوف ويايينك موسم الجاي ترى يعني حق الفريق عادل يا ابو علي جايك موسم الجاي المهم شوف احنا الحين على قولتك خلي القوانين وخلي هذا احنا قلنا الكلام هذا ورد نقوله متعه كره القدم راحت قوانين وهذه متعه كره القدم ما ادري ذي المسؤولين يعرفون كره القدم شنو كره القدم فرق بين واحد اللي يحب الكره
واي نادي بيفوز الحين الكويت بيتوج، فرحه التتويج راحت، فرحه الامور هذه كلها راحت. هذا اللي يعني يضايق الواحد، يعني واحد قاعد ضايق خلقه صراحه منه ما يدري من الوطن. يعني بالغادسيه منافس لي، انا ما اتكلم منافس بس بالملعب، منافس بالبطولات وكل شيء، لكن الوضع هم ان الكويت اذا اخذ من مصالحي انا كعرباوي انه بعيد عن الكويت، بعيد عن العربي، لكن هم الفرحه راحت. حتى اللغات ياخذونه بتتويج افضل من الوضع اللي احنا فيه كذي. مر عليك شيء كذي؟ ما مر عليك شيء كذي؟ اول مره يمر علينا شيء. وانا الحين اقول لك وجهه نظري، انا اذا بالحين بتتوج وهذا، انا خلي الاتحاد من طبعا ما احنا رادين مثل ما قلت قبل، الاتحاد المفروض هو ياخذ قرار وخلاص. وقلنا هالكلام، قلنا انتم اتحاد، انتم لجنه تنفيذيه، اللجنه اللجان انتم معينينها ما ياخذون اي قرار، تنتهي الموضوع. قلنا هالكلام، لكن انا وجهه نظري شو بيطلع الحكم، لانه انتم دخلتونا محاكم كره قدم فيها محاكم هذه. انا القرار احط القرار اللي ابيه والنقاط اللي بعطيها، حكم طلع لفريق ثاني ولا لنادي ثاني ولا لشيء ثاني، احط غرامه، احط اي شيء ثاني، ما احط التتويج، ما اخليه فرح التتويج. ما فهمت ابو علي يعني ماشي خليني اسالك الان، تشوف انه يتخذون قرار بغض النظر عن الحكم الصادر؟ يعني الاتحاد يتخذ قرار في شنو بترتب عليه الحكم الحين؟ ما طبقت الحكم انا، غرامه ادفع غرامه. الحكم ملزم ها؟ الحكم ملزم؟ لا هو الحكم شلون هو انا الحين الاستشكال يعني انت باكر الحين باكر اشرح لنا موضوع الحكم والاشكال. شوف باكر لنفرض فاز القادسيه زين؟ تتوج، يعني انت تقول باكر اللي ياخذ النقاط زين؟ هو يقصد ابو علي يعني يعزل حكم المحكمه ياجله. الحين منو المتفوق بالنقاط؟ الحين القادسيه فاز باكر وبطل الدوري تمام، صدر الحكم بعد شهر بعد شهرين ان النقاط حق الكويت زين هني يفرض قرامه ماليه انا كذي وان شاء الله اللقب منه وان شاء الله اللقب زين الربع مع قرامه ماليه الربع الشباب الكنترول ابي اللقب تدقون على احد المحامين اذا اللقب ان شاء الله مثل ما صار بين جبتوس خلكم معي نبي محامي طويل بال لان عندنا اسئله قد تكون اسئله يعني غريبه بس نبي واحد يفهمنا نبي نعرف الاشكال لما قدم اليوم قدم ايداع الاشكال اليوم الاربعاء صحيح شنو ترتب عليه بس نبي نفهم ترتب عليه يا القاضي يا يرفض الاشكال للحين ما رفض ولا لا الحين يا يرفضه ايداع الاشكال يوقف التنفيذ صحيح يوقف انا جيت الحين لحظه خل ما لنا شرب بعد 14/6 بس بعرف جلسه 14/6 جاي يقول لك الاشكال هذا مرفوض انا لفت في الاشكال لحظه ما نفذت الحكم اعطيت الدوري كمثال حق القادسيه شنو بيترتب عليه انا الاتحاد مصر ان الدوري حق القادسيه كمثال يعني إنه النقاط هذا فازوا والنقاط راحت من الكويت اعطيت القادسيه شنو الحكم شنو بيطلع شنو بيترتب عليه بعدين القرار انا الدوري سجل في الغاتي غرامه ادفع الغرامه هذا اقتراح الدوري هذا اقتراح انا سمعت الدكتور خليل وسمعت التتويج ما واحد مو حاسب فرحه التتويج وهالامور هذه ما يعرف اللي يحب كره القدم واللي يعرف كره القدم يعرف شنو فرحه التتويج لان عشنا هالاجواء هذه شوف طبعا احنا اليوم نتاسف ان نوصل لهذه المرحله امانه يعني اليوم قاعدين احنا رياضيين امانه مو ملمين بالقوانين اي صح احنا القضائيه والقوانين النيابيه مو ملمين بالقضاء والان اللي قاعد تسالوا الاسئله انتم يبي لها اربع محامين مستشارين واربع مستشارين وليس اربع رياضيين وراح يختلفون اربعه بالضبط راح يختلفون لكن اليوم يعني احنا نتكلم على مستوى عام مستوى يعني اليوم يعني انا اتوقع ان اليوم اللجنه ما توفقت هذا الموسم وهذا الموسم أسوأ موسم بتاريخ الرياضة الكويتية هذا كلنا ما نختلف عليه صحيح. بغض النظر عن ثلاث نقاط وحق منه ومنه يتوج منه ما يتوج اليوم أنا رسالة بوجهها حق أخوي صديقي فواز الحساوي رئيس اللجنة المؤقتة أنا أقول باكر إذا ما صار تتويج يا الكويت يا القادسية أي أحد إحنا ما نقول معناته أن هذه كارثة ننهي موسمنا الرياضي بدون تتويج يا معود مثل أنا أي كلام كرم باكر توج اخذ قرار من انت قرارك منو الكويت كاتحادي الكويت توج الكويت القادسيه بس لازم باكر لازم في تتويج
لازم في تتويج، ما يصير نختم موسمنا يلا خلصنا مباراة لك واحد يروح بيته زي بعدين ننطر 14/6 من الأخ القيف راح بعد سامي إذا في تتويج منو باكر قدسية؟ أنا قاعد خلنا نفترض أن في تتويج ببتعد على القوانين. أنا قصدي أنا أبي حقائق. خلنا نفترض أن تتويج أقر الاتحاد تتويج باكر قدسية باكر على القرارات اللي قاعد نشوفه المشكلة قاعد تكلمنا واحد قانوني هذا المشكلة إنه واحد قانوني لا مو قانوني القانونية خلنا فواز رئيس الاتحاد فواز رئيس الاتحاد خلنا نكمل شنو فواز ان شاء الله سامي شنو ايش في فواز فواز الحساوي قال انا اعطي لغات حق العربي فواز الحساوي باكر ان شاء الله بيكون بالهيئه انا قاعد اقول خلنا نكمل تفضل زين انا اقول حق فواز الحساوي والاخوان الاعضاء المحترمين اللي معه باكر اذا ما تم تتويج بعد المباراه كلكم تقدمون استقالتكم لانتم ما توفقت بهذا الموسم خالصين ترى مو عيب خلي خالصين ترى اليوم انا اذا عملت يعني انت قصدك حتى لو انتهت مهلتهم سوري انتهت مهلتهم ما صار في تتويج لاي فريق هي منتهي من كذي منتهي انا ما اتكلم عن انتهى اتكلم عن تقديم استقاله معناته ان احنا موقف معناته ان احنا اخفقنا هذا الموسم موقف نعم هذا الموسم وايد فيه مشاكل فمعناته اخفقنا يعني مو معناته ان كاشخاص والنعم فيهم كاشخاص رياضيين ولهم تاريخ ومحترمين ولهم انجازاتهم لكن اليوم انا قاعد اتكلم على منظومه وعمل جماعه اليوم انتم ما اديتوا اللي يبي منكم الشارع الرياضي ها بقول لك شيء اليوم انتم قاعد تشرفون على انشطه محليه بعد ما ياكم الضغط الخارجي انتوا لو مرفوع عنا لقاف ويانا الضغط الخارجي وضغط الجمهور وليش ما خذيتوا فلان وليش شبتوا فلان وشون خسرت من قطر وحكام برا وحكام برا ايش بتسوون عيل اليوم احنا باسهل شيء بالدوري الكويتي اللي هو من اضعف الدوريات بالخليج وهذه المشاكل قاعد تصير لا يبغى اليوم انا فواز الحساوي اليوم انا لازم اخذ قرار غلط صح لازم اطلع بقرار باكر لازم في قرار يبقى أنا مقتنع أن نادي الكويت يأخذ الدوري باكر نادي الكويت أودي الدرع يأخذ باكر مقتنع أن القادسية لازم تتويج باكر لازم تتويج وتخلي الحكم بعدين نقاط مهمة كثيرة وأخذ منها واحدة من النقاط المهمة الكثير اللي قلتها أن نحتاج رأي قانوني نحتاج واحد يفصل لنا بعض الأمور خالصين قانوني معنا الدكتور عيد بصليب حياك الله دكتور عيد وسعدنا تواصلك ويانا لو سمحت أنجدنا ببعض الأمور القانونية كمستجدات للحدث وش مساكم الله بخير حياك الله يا دكتور حقيقه انا كنت اقول نقاط وراح يكون شامله حق كل الموضوع ان شاء الله تفضل اول شيء صدر الحكم بدون صيغه اعلان بدون صيغه وبدون اعلان يعني نافذ الحكم هذا اول شيء تم تنفيذ الحكم من قبل هيئه الرياضه ومن قبل اللجنه المؤقته نفذت الحكم ارجعت النقاط الثلاث الى الكويت تمام واضح بعدين تقدمت الحكومة بإشكال لوقف التنفيذ تمام ولكنها قدمت الإشكال بعد تمام التنفيذ يعني بعد ما تنفذ بعد ما راحت النقاط حق الكويت الحكومة أو الفتوى والتشريع تقدمت بإشكال النقطة الأساسية في الموضوع يمكن هذا صار في لبس وصار في لغط في الموضوع إن الإشكال يوقف الإجراءات اللاحقة وليست الإجراءات السابقة يعني أنا الحين أعطيت الكويت ثلاث نقاط ماشي أعطيتهم ثلاث نقاط هذه إجراءات تعتبر سابقة الإشكال خلاص الإشكال للإجراءات اللاحقة وليس السابقة إجراءات الثلاث نقاط ترجعت إلى الكويت والإشكال لا يلغي ثلاث نقاط من رصيد الكويت هذا واحد دكتور يعني بس خلك معانا دكتور عيد يعني لهذه اللحظة النقاط لصالح الكويت ولا رجعت العربي؟ لا لصالح الكويت. أوكي. النقاط لغاية الوقت الحاضر على الحكم يعني الصادر يتوج الإدارية يعتبر بناء على الكتاب المرسل من الهيئة للاتحاد لنادي الكويت. تمام. يعتبر النقاط الثلاث لنادي الكويت ثابتة. الإشكال اللي قدم اليوم قدم متأخر قدم الإشكال خلاص لإجراءات نفذت. الإجراءات اللي نفذت سابقة تعتبر ما يشملها الإشكال الإشكال يشمل إجراءات اللاحقة يشمل دكتور خش أسئلتكم كلها دكتور لو سمحت تأخذ نفسي على صدرك أسئلتنا لا لا حاضر أنا فيها النقطة دكتور فيها النقطة في رأي قانوني يقول الاتحاد ما اتخذ أي إجراء ثلاث نقاط ما اتخذ أي إجراء هذا النص من القانون على العقار أو الشيء المنقول أو الشيء المادي لكن بما أن ثلاث نقاط شيء معنوي فما يعتبر اتخذ أي إجراء في رأي قانوني يقول كذي
لا هذا مو صحيح. هذا اول شيء هذا حكم محكمه وصدر حكم محكمه شامل اللي هو المقصود فيه ثلاث نقاط. نعم المقصود في التنفيذ او تمام التنفيذ اللي هو ثلاث نقاط اللي بناء عليه في كتاب مرسل من الهيئه للاتحاد والاتحاد ارسل للنادي الكويت اللي هو النقاط الثلاث. نفس الحكم الحين في الحاله هذه يعتبر الكويت يعتبر او يعتبر الاتحاد نفذ الحكم تمام التنفيذ. تمام ما دام في تمام التنفيذ حتى لو قدم اشكال بالوقت الحاضر الاشكال هذه بس الاجراءات اللاحقه وليس الاجراءات السابقه. حلو. اللي هي بعد ما يخلص كلنا بنسال بعد ما يخلص كلنا بنسال دكتور عيد النقطه الاولى خلصنا منها ان النقاط الثلاثه الان عند نادي الكويت صح. اي نعم اوكي تفضل النقطه الثانيه طبعا الحين حدد الجلسه بتاريخ 14/7/11/6 اللي هي هذه حق اللي هو الاشكال دعوه الاشكال ان هل النقاط تروح للكويت العربي او تروح للكويت اللي هو أو وقف التنفيذ في الحاله هذه وقف التنفيذ لغايه الاستئناف. طبعا انا اتوقع يعني انا اتوقع من راي القانون من خبره من راي قانوني اتوقع رفض الاشكال رفض الاشكال لان تمام التنفيذ نفس الموضوع هذا وبالتالي يبقى الحال على ما هو عليه تبقى الحال النقاط ترجع موجوده بنادي الكويت بانتظار حكم الفصل اللي هو الاستئناف. اوكي بانتظار حكم الفصل الاستئناف هو من يعني احنا كرياضيين انه والله بالتالي شنو لا خلاص بالتالي شنو ذلك قبل الاتحاد او لا اذا خلص بتكلم دكتور طبعا يا جماعه اذا سمعوه للعلم الاستئناف طبعا يقدم بعد 30 يوم من صدور الحكم. الاستئناف يقدم من 30 يوم من صدور الحكم يعني خلال 30 يوم صار خليه يخلص ابو علي وبعدين نسال دكتور استاذ عيد لو سمحت الحين خليني اقول لك كلمه خليه يخلص ابو علي خلص ما خلص شو خليه يخلص شرح قاعد ويانا ما راح يسكره تفضل دكتور انا وياك احنا في انتظار الفصل الفعلي بالقضيه هذه اللي هو حكم محكمه الاستئناف. تمام نعم زين الحين في اسئله تفضل بعد تفضل الحين استاذ عيد يا الاتحاد مقتنع ان الثلاث نقاط حق العربي ما نحترم القضاة وكل شيء والحكم اللي طلع يا الاتحاد قال حتى الحكم القضاء ما ابي انفذه ان النقاط حق العربي يعني نقصوا نقاط الكويت وتوج القادسيه بطل شنو يطلع حكم على على على, على الاتحاد يقول لك النقاط رايح حق العربي انا حتى لو يطلع حكم في غرامه ادفع غرامه اسوي شيء ثاني بس التتويج اللي انا مقتنع فيه شنو اللي يطلع عليه حكم؟ اسمع ما اسمعنا احنا دوله مؤسسات دوله قانون احنا دوله مؤسسات دوله قانون يعني قانون لازم ينفذ ندري هالكلام بس خلينا نقول قانونيا الراي قانوني انا ادري انا قاعد اقول لك ما طب انت ليش تقول له يا اخوان انت ليش تقول يا اخوان دكتور عيد خليك معانا لو سمحت لان احنا دائما عندنا ضجه الان مو سالته لا ما وضح له السؤال اوضح لك السؤال ما طبق انت دوله قانون ندري دوله قانون قول سؤالك ابو علي سؤالي انا اقول لك الاتحاد ما اعطى ثلاث نقاط شنو يترتب على الاتحاد شنو يترتب عليه خوش سؤال دكتور السؤال اذا ما طبق الحكم الاتحاد اتخذ قرار ثلاث وفق قناعاته شنو يترتب على الاتحاد ما يصير هذا ما يجوز اصلا الحكم ملزم في حكم محكمه ثلاث نقاط تتكلم عنه تمام دكتور يا اخوان عشان ما يصير الموضوع فوضى دكتور ان شاء الله ابو علي انا وياك دكتور اسمح لي بس دكتور لو سمحت اخذ بس سؤالنا بالكامل صح الحكم ملزم احنا قاعد نتساءل وابو علي يتساءل شنو راح يترتب على الاتحاد شنو راح يصير يعني هذا طبعا مشكله بالنسبه حق الاتحاد هذا راح يدش في امور قانونيه كبيره يعني اذا ما نفذ حكم ما يجوز اصلا يقول احنا الاتحاد ما يجوز يقول الاتحاد انه ما ينفذ هذا حكم قانوني فملزم حكم تمام ملزم هذا اوكي انا مو مقتنع بالكلام اللي تقوله حكم اقول والله ما مقتنع لا مو انا مو مقتنع بالكلام اللي تقوله زين دكتور اسمع سؤال من سامح حسين دكتور لو سمحت مساك الله ثلاث نقاط مساك الله بالخير دكتور مساك الله بالخير دكتور انا بس بعرف ان الاشكال ليش ما تقدم ثاني يوم من الحكومه ليش دزوا الكتاب قبل لا يقدمون الاستشكال انت مو تقول الناحيه القانونيه الناحيه القانونيه اول شيء استشكال بعدين يدزون كتاب الهيئه ليش صار العكس هذا يسأل محامي الحكومة هو الفترة التشريع يفترض قبل إرسال أي كتاب لتنفيذ الحكم يفترض يعني يقدم إشكال في خطأ دكتور يعني
بالاجراءات. طبعا اكيد لازم يقدم حال، لان اول شيء الحكم لما صدر الحكم بدون صيغه وبدون اعلان، معناه مفهوم ان هذا ما في اعلان ولا في صيغه، على طول مباشره المفروض مباشره تقدم انت الاشكال عشان توقف الحكم قبل لا يتنفذ، مو انت ترسل كتاب. معناته دكتور، معناته عفوا دكتور، معناته في خطا بالاجراءات ان بعثوا الكتاب قبل الاستشكال، يعني في خطا بالاجراءات من الهيئه. مو لا يفترض هي مدام الهيئه يا جماعه بس ارسلت كتاب الى الاتحاد، مدام الهيئه ارسلت كتاب الى الاتحاد معناها هي نفذت الحكم عدل، وبعدين هي بعد ما نفذت الحكم قدمت الاشكال، هي قدمت ثالث يوم او رابع يوم. يعني كان بالامكان دكتور، سؤال اسامه مهم، كان بالامكان الهيئه او الحكومه تقدم الاشكال ثاني يوم، ومن ثم تنظر في موضوع الكتاب. مفروض ما يرسل كتاب من الهيئه الى الاتحاد، ما يرسل كتاب للتنفيذ. اول شيء يقدم اللي هو الاستئناف، قصدي الاشكال، زين، عشان ما ينفذ الحكم. هم سووا، هم ارسلوا كتاب الى الاتحاد لتنفيذ الحكم، وبعدين قدم وراها الاشكال. فالاشكال هذا في الوقت، في الحالة هذه ما ينطبق على الأشياء السابقة، خلاص انت نفذت. مفهوم دكتور. أشكرك جزيل الشكر دكتور عيد، مشكور وأزعجناك ويانا. سامحنا. شكرا دكتور. سامحنا. شكرا دكتور. معاي أيضا الأستاذ المحامي حسين العصفور. أخوي العزيز حسين العصفور حياك الله معانا في برنامج بين الشوطين. أيضا سريعا أطلعنا على الموضوع وآخر المستجدات من وجهة نظرك. حسين العصفور، الأستاذ حسين. هلا والله، حياك الله استاذ حسين، انت على الهواء، حابين نسمع منك رايك ووجهه نظرك في الموضوع. صبحك الله بالخير، اول شيء صباح الخير على المشاهدين وعلى ضيوفك. انا طبعا بدايه انا برا ما شفت انا الحلقه، بس لكن نعم. وصل لي كلام ان في محامي قبل دخل مداخله وتكلم دكتور عيد بصليب. نعم اي، التنفيذ يقف بمجرد يعني او ان قالنا نفذوا الحكم، فبمعناته انه تم تنفيذه، فهذا غير صحيح. ان التنفيذ الان بمجرد ايداع الحكومه لصحيفه الاشكال، يتم ايقاف التنفيذ لحين الفصل في الاشكال المحدد لجلسه 14/6. هناك اجراء سيتم في الاسبوع المقبل باذن الله بايداع صحيفه استئناف وطعن على حكم المحكمه الاداريه الدائره العاشره اللي صدر من الدكتور عماد الحبيب، وهذا الاستئناف سيقدم الأسبوع المقبل بإذن الله، فيكون الإشكال في أول جلساته يوم 14/6 طلب الحكومة بوقف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الدعوة الإدارية المنظورة أمام محكمة الاستئناف. هذا 1+1=2 في القانون. أنا لا أجامل القادسية ولا أجامل الكويت. زين حسين، الآن الثلاث نقاط بحوزة منه؟ الآن وانت تكلمني. الثلاث نقاط الآن موجودة وفق قرار الوزير الأخير. مباشرة عطني. نادي العربي. مباشرة. العربي. مباشرة. النقاط الآن موجودة لغاية الآن مع نادي العربي وفق قرار الوزير الأخير. عفا عليك. زي أخوي ماهر. طيب بس خل أستاذ حسين يكمل. تفضل أستاذ حسين. لأن الحكم تم إيقافه. والآن القرار الأخير الذي تم اعتماده من قبل الوزير لا يزال ساري، ولا يجوز إعطاء النقاط لنادي الكويت بإعادة أن هذا الحكم تم تنفيذه. الآن في جلسة محددة، فيتم نظر الجلسة ونظر الإشكال، وبعد ذلك نظر أيضا للاستئناف. هناك قاويل يقولون ممكن أن يتم تعجيل الجلسة في الغد. أنا أقول استحالة يتم تعجيلها في الغد، ولم يتم تحديد أي جلسة، ولا يتم استعجال هذه الجلسة. زين، جزئية مهمة قالها الدكتور عيد بصليب، قال الإشكال يوقف تبعات القرار ولا يوقف القرار. أنا أقول لك شغلة، وما قلت لك ما راح أجامل أحد، وأنا مسؤول عن كلامي. إحنا نبي الرأي القانوني، ما نبي تقييمي. الرأي القانوني الصحيح، المادة اللي مستندين عليها يتكلمون عليها 211. المادة 211 تستخدم للقاضي أثناء النطق بالحكم، إن هل هذا الإشكال صحيح أم غير صحيح. هذه المادة تنطبق على الحكم هذا، وليست مادة أن أنا أستخدمها كأن تم تنفيذ الحكم ويتم إلغائه. مثال على ذلك، أنا أقول لك مثال، موظفين النفط الثلاثة في ذاك الوقت الشيخ أشهد تم تنفيذ حكم المحكمة الإدارية ورجعوا لعملهم، من ثم تم بالإشكال إلغاء القرار وإعادة مرة ثانية القرار.
أنا قاعد أقول لك المحكمة الإدارية واضح قراراتها والإشكال واضح قرارها. شكرا لك أستاذ حسين. شكرا بالكويتي. لحظة بهدوء. كلكم تتكلمون كلكم بس خلينا نوضح للناس أن الموضوع مو سهل. رأي قانوني قال النقاط بحوزة الكويت دكتور عيد بوصليب. رأي قانوني يقول النقاط بحوزة العربي الأستاذ حسين العصفور. وكل له تفسير وكل له رأي قانوني. لا تلومون اذا احنا اخترنا. بس بقول شيء. اجتهدنا احنا كرم. بس بقول شيء اليوم امانه نتاسف على برنامج رياضي مداخلات تصير من محامين. نتاسف وانا بقول لك شعر. لا اوكي بقول لك بزيك من الشعر. المحامين ترى بشر وكل واحد عنده قناعاته وتفسير. انا ما اتكلم عن الناحيه القانونيه. كل واحد عنده ولاءاته لانديته زين وكل واحد عنده تفسيره كل واحد فسره على كيف. اذا نتكلم بالفصل وين؟ خلنا نقول الشغله الثانيه. حسين العصفور ترى محامي فواز الحساوي محامي من الاتحاد. ذاك يوم استضفتوه قال نفس الحكي. قال لي انا محامي الاتحاد محامي فواز الحساوي وانا يستشيروني بكل شيء. يعني معناته حسين العصفور كلامه الاقرب لانه هو داخل معاهم. انا ما ادري شنو الموضوع. يعني ما ادري شنو. لا 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 بس اليوم بس لا لا اقول لك لا 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 خل اقول لا 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 مو لا ما انا ما اقول اقرب قانونيا. وضح لان كلامك طلع ويانا انك تزكي. لا لا ما زكي. انا ما اقول اقرب قانونيا. قانون ونعم فيهم اثنينهم كل واحد يفسر القانون بوجهة نظره. لكن انا اقول ذاك اليوم يوم استضفناه يوم استضفنا حسين العصفور هنا قال انا اللي جبت المكاتب الاستشاريه مكتبي واحد منهم اللي قال هني. زين أوكي. وقال انا محامي فواز الخاص اللي يستشير المستشار الخاص. معناته انه هو لايد بالاتحاد. زين مهم النقطه هذه جاوبني عليها مباشره بغض النظر عن الشخص الكريم الدكتور عيد بوصليب ونعم فيه عن الشخص الكريم الاستاذ حسين العصفور. رايين قانونيين لمحاميين. نعم. اذا في مشكله بتفسير القانون. نعم هذا اللي تقوله. نعم. اتفقنا. ايه. انا انت ابو عبد الله انت تقول لي على اثنين دقه والحين يقولون راي قانوني. خلي تقول 10 هم مختلفين الحين. الحين خلي تقول 10 محامين مختلفين كل واحد قاعد يقول راي. انت بس اخذت الاثنين ايش على يقولون مختلفين. هذا اللي دشوا اخذون عين. لا لا انت تفسير انت صح. انا اقول انت عبالك بس الاثنين. بعد خلي شنو بتقول غيرهم. شنو تقصد؟ اقصد انكم مختلفين بالكلام اللي قال. في مشكله. كل واحد عنده راي القانون ولا اقول يفسر بمزاجه. كل واحد يشوفها بالاجتهادات هذه. كل واحد يشوفها بطريقه. الحين محامين خلي يروح على اي قضيه هذا يقول كلام والثاني يقول كلام ثاني. هذا شيء طبيعي شيء عادي. انا اقول على الاتحاد. انا حتى فواز ماله فواز اللي سواها بالاتحاد من 50-60 سنه ما سووا الاتحادات. الحوافز اللي حطها من جيب الخاص. هذا انا اقول في بعض الاعضاء وبعض اللجان اللي وياهم اللي خذلوا. التاريخ شرح يقول ابو علي يقول فواز هو رئيس الاتحاد. عدل صح الاتحاد. لكن انا اقول مصر على هالكلمه ان الاتحاد يسوي الشيء اللي هو مقتنع فيه يطبق. تقول لي قانوني ما قانوني احنا دوله مؤسسه. انا قال شيء جديد. مع كرمكم انا اقول تطبق التوج اللي تبي اللي تبي عاد ثلاث لغات حق العربي تعطي التوج. اسمع تاخر الموضوع المفروض من البدايه. لا الحين لا ما تاخر باكر وصل القضاء. خل القضاء شو بيحكم عليه. بيعدمني وما يبي يعني غرامة أدفع غرامة أي شيء عليه يترتب عليه. أنا رأي الثلاث لغات راحوا وراحوا حق النادي الفلاني كمثال على العربي. من النقاط من أكثر من مع النقاط العربي إذا الاتحاد مقتنع. طبعا اللي مقتنع فيه الاتحاد يسويه وبعدين هذا رأيك. أنا رأيي والأشياء في أشياء قانونية تتربع في غرامات في أدفعها. هذا رأيك بس لأن نتكلم عن كرة قدم. حلاوة كرة قدم حلاوة التتويج. راحت لا لا باكر في مجال. باكر أنا أقول فواز باكر في مجال. خلي البلام. لا لا أبو أنور سمعنا باكر أقول حق لا أقول حق فواز. أنا أقول للحين سووا اللي أنتم كتبتوه تسووه واللي يترتب عليها. بس لا تروح حلاوة كرة القدم. إيه فواز قدام حلين يسوون مبارك. إيه يختار واحد من حلين. إحنا حين بالكويتي عشان حتى رجل الشارع البسيط يفهمنا. يلا محامين اثنين واحد قال النقاط إلى اللحظة هذه ليوم 14/6 بحوزة نادي الكويت. واحد استاذ اخر قال لا النقاط ترجع الى النادي العربي. مختلفين. اذن فرصه الاتحاد يستغل على اللي قلت اقتراح. خلينا نسمع اقتراح ثاني. فرصه الاتحاد. اوكي نسمع اقتراح ثاني. الان رئيس الاتحاد والاعضاء اكيد راح يسمعون هذا وهم راح يسمعون الهيئه بكره. هم ايش حقه قلت لك انا فبكره راح يسمعون فهم راح يتخذون القرار. يا انه ياخذون القرار
الأولي اللي قاله الدكتور عيد مصليب يثبتون عليه، أو يقول لك لا إحنا مع القرار الثاني اللي قاله الأستاذ محسن، ويمكن مستشاري الهيئة زين، مستشاري الهيئة اللي هم يمكن يقول يعطونهم أحد الرأيين. تمام. في النهاية يا إخوان، أنت لو تستشير 30 محامي، الكلمة الفصل عند القاضي، مو عند المحامي، عند القاضي. الكلمة الفصل عند القاضي. المحامي بوانور بوانور احنا كلنا ناطرين حكم القضاء، وحتى نوصل حق حكم القضاء شنو بنسوي؟ باكر امام انت امام معضله في تجويج ما في تجويج، مثلا قاضي ومحامي خلاص وخرنا عن القضاء نفس ما قال ابو علي، احنا وخرنا عن القضاء شو بنسوي باكر؟ انا اقول لك يا انك تتحمل خطاك وتتخذ قرار ايا كان اللي حسب قناعاتكم وحسب يا اخي صوتوا عليه، صوتوا على القرار. الحين وصلنا ان في اغلبيه على التتويج، ما تدري احنا هذا اللي وصلنا، هذا اللي وصلنا. لو موجود هذا القرار كلامك صحيح ما تسوق انت، مو كلامي كلامك انت، انت قلت بالبدايه انت اللي قايل لك اختلفوا، ما قلت لك في اغلبيه. لا انت قلت اغلبيه حق التتويج. لا لا انا عززت اذا في اغلبيه، اذا في اغلبيه حق التتويج لاي كان لا يبا ما تسوي كتاب، صوت يلا زين. هم اختلفوا زين زين، لكن خلص نقطتك عشان بروح حق جابر. انا اقول لك في النهايه بكره حتى الهيئه راح تدش معاهم بهالاشكال، فانا اقول الله يهديهم البديه زين، واللي بيحتفلون وراح تسمعون كلامي بكره راح يصير احتفالين. هذه جديده هذه جابر تفضل. وش تشوف؟ انا يمكن اتفق يا ابو انور، احنا يعني احنا قاعد نقول المحامين مو متفقين. انا اقول لك حتى القضاء صارت سابقه عندنا، كان في حل الانديه تقريبا 10 انديه، كل قاضي اخذ قرار غير عن القاضي الثاني. في انديه حلت وحقها حلت في عندي. بس صحيح. تسمح لي جابر نوخر ونبعد عن القضاء كاملا، لكن أوكي. في نقطه مهمه، القضاء لما ياخذ حكمه ياخذ على امور مترتبه وعلى اجراءات قانونيه وعلى مستجدات، فالقاضي لما يلغي حكم قاضي اخر مو معترض على الفقره القانونيه، على مستجدات الامور، فبالتالي القضاء موضوع اخر. أوكي. لكن صحيح. لما ماده واحده يفسرها محامي بطريقة ويفسرها محامي ثاني بطريقة وهي مجرد جملة، الموضوع مو سهل. احنا خلنا نرجع شوي تفضل. يعني احنا خلنا نقول الاتحاد السابق، انا اتوقع كان في المستشار ممكن المحمدي ايه؟ ما كانت المشاكل هذه موجودة. انا اقول ان ضعف المستشارين اللي موجودين الحين هم اللي حطوا الاتحاد الكويتي بالموقع هذا، والدليل مستشارين في الاتحاد اقصد. اي نعم الاتحاد. انا ايدك مليون بالمئة الاتحاد والهيئة، لان اشوف الاتحاد ما ياخذون اي قرار إلا عن طريق الهيئة. وأنا عندي معلومة إن ليه اليوم ناطرين الهيئة يقررون منه اللي راح يتتوج بكرة، مو الاتحاد. الاتحاد ما يبون تعزيز من الهيئة. إيه نعم إيه، يبون كتاب. لأن في توصلهم كتاب أكيد يبون كتاب. لأن في أمور حصلت وياهم إن الهيئة طرشت كتب لهم وتخلت عنهم. ما دام طريت الهيئة بسألك سؤال مهم جابر، يعني شنو السؤال اللي قاله سامي حق الاستاذ عيد الدكتور عيد بصليب؟ يعني شنو يدزون كتاب وبعدين يدزون اشكال؟ هذا احنا هذا الكلام اللي بنقوله، المستشارين اللي موجودين بالهيئه يعني بعد الهيئه العامه للرياضه بعد هذه المشكله، ده هو لا يفقه في امور الرياض، من اللي موجودين؟ من اللي قاعد يطلعون القرارات؟ كلام صحيح. فانا قاعد اقول لك، بحكم خبرتي يعني اللي طافت هذه البسيطه، بس ترى عشان محمدي، عشان اعطي كل حق محمدي كان على عشان اعطي كل ذي حق حقه. اللي يرفع الاستشكال مو مستشار الهيئه، لا لا محامي فتوى التشريع من الحكومه بناء على ماذا؟ ايه لا بناء لا على طلب اي ايه بس من معالي الوزير الشباب. كتابنا وكتابكم على ما يطلع من الهيئه. تمام. ويروح لفتوى التشريع ويعرض على المحامي. لا بس ما طلع انا لو من الهيئه انا بس جابر ما كمل. جابر تفضل. منو اللي خلى الهيئه جابر يبي الحكام ما يبيها حق الاتحاد؟ الهيئه اي طرش كتاب حق الاتحاد. هذا 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 المستشار. انا كلام لو من الهيئه يا جابر، لو من الهيئه، لو انا من الهيئه اقول حق الاتحاد خذوا القرار اللي تبي تاخذونه. شو اللي يترتب على بيت تاخذ الاتحاد انت تاخذ القرار؟ سؤالنا يا ابو علي، الهيئه ارتكبت خطا قانوني وفق اللي قال الدكتور عيد بصليب ردا على سؤال اسامه. صح. ان وجهوا كتاب حق الاتحاد ومن ثم الاشكال، بينما الاجراء الصحيح ايضا وفق ما قال الدكتور عيد انه يقدم الاشكال ومن ثم ينتظر ما يترتب عليه اشكال بعدين الكتاب. ماهر ماهر اليوم 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 بالقانون، انا ترى ما افقه قانون كثير، لكن اليوم احنا نعرف ان في شغلات تصير خطا بالاجراءات. أكيد في شغلات تصير خطأ بالإجراءات فتتفركش القضية. صح. أي خطأ بالإجراءات اليوم تتفركش القضية، فمعناته في خطأ بالإجراءات. إذا أنتم يا قانونيين، دام في خطأ بالإجراءات بعث الكتاب قبل الاستشكال معناته في خطأ، أنتم لازم تعالجون أول شيء هذا الخطأ اللي صار.
إيه بس في خطأ إجرائي يبطل القضية وفي خطأ إجرائي يترتب عليه حكم مو لصالح، حكم مو لصالح. أنا ما أتكلم زين. أسامة عطني توقع بسكر الملف خلاص. عطني توقع شنو راح يصير باكر. توقع مو أمنية أتمنى ورسالة لا. ماكو أمنية. شنو راح يصير باكر؟ أمنية تتنعت ما أخذون الدوري. لا 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 أبو عبد الله ملينا من الرسائل الموجهة. نبي الحين من الآخر شنو تتوقع بيصير باكر؟ من يتوج اذا في تتويج اتوقع يعني الاقرب إيه؟ القادسيه راح القادسيه يتوج اتوقع وفي احتفالين ترى راح يصير اتوقع انا توقعي اي توقعك ان القادسيه اتوقع ان القادسيه راح على, على 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 تغريده فواز رئيس الاتحاد رئيس الاتحاد هذا ترى احنا قاعد نتكلم ما لم يحدث تغيير من خلال المباريات لان النتائج النتائج لا لا اتكلم اثنين اثنين فازوا إيه وتغريدة صح. السيد فواز الحساوي إيه؟ إن القادسية راح يتوج أنا بنيت توقعي على هالمبدأ. أبو علي عطني توقع شنو راح يصير باكر؟ توقع مو نتيجة مباراة توقع لك أنا أقول المفروض اللي يصير. زين النتائج فازوا القادسية وفازوا إيه؟ الكويت. لا مو نتيجة مباراة عشان أقول شنو أتوقع بشيء غبي. أنا أقصد باكر. فازوا اثنين يا تتويج يا ماكو تتويج مثل فوز وخسارة يا في تتويج يا ماكو شو تتوقع في تتويج ولا أنا أقول المفروض في تتويج تتويج إيه وأتمنى وإن شاء الله وفي تتويج وأنا أقول الاتحاد فواز الحساوي أخذ قرار وأخذوا قرار وفي تتويج لو أنت الحين رئيس الاتحاد توج منه أنا قادسية ولا الكويت أنا طبعا أتمنى لا وفق اللي أي أتمنى اللي الكويت لكن وفق اللي صار إن النقاط العربي يعني راح تشيل ثلاث نقاط من الكويت أنا توج القادسية قادسية إيه بوانور شوف شو اللي راح يصير باكر بدون شوف طوال لا اي وعند قدامك حلين باكر قدامك حلين عطنا الحل اللي قاعد يقول الحل الحل مو تعطينا الحلين هذا مو يتوقع مو يتوقع يا ان حجي خليل لا تخلي يا الهيئه تعطيك كتاب باكر تميع لك السالفه اسمعني شو ترتب عليه ماكو تتويج يعني اذا ما يعطيك سالفه ماكو تتويج اذا ما اعطاك كتاب ما اعطاك او وهذه راح تصير سابقه بالكويت هني احتفال وهني احتفال تتويجين تتويج احتفالين ماكو درع ماكو درع وهني يحتفلون يحتفلون زين انت شنو الاقرب لك احتفال انا على كلام الدكتور عيد بوصليب ايه؟ انا عندي هو الاقرب الى لي وجهه نظرك وجهه الدكتور اللي قال الدكتور عيد بوصليب ايه؟ ان النقاط تتم نادي الكويت نادي الكويت اذا فاز الكويت بس لحظه اسمعني خل اقول بانور بانور لحظه بس لا لا في شغله كلام كرم ترى واضح إذا كلام الدكتور عيد أوكي خلاص توج الكويت كرم ترى قال سو تتويج شو أقول لك أنا إيه أنت قاعد تقول احتفالين تقول لا لا يقول لي بناء على المحامين لا لا سألني لا لا بانور أنت قاعد تقول وجهة نظرك أنت قاعد أدري خلصت أنا لا أدري أنت قاعد تقول والله بناء على الكلام مقتنع معناته أنت تقول ترى أنت صح أنت صح شلون أنا صح أنت سألتني قاعد تعومني لا لا سألتني لا لحظة لحظة أنت سألتني أنت سمعت رأيي وسكت وبعدين سألتني اسمعني بانور اسمعني أنت دبلوماسي لا أنا مو دبلوماسي زين اسمعني لا أنا مو دبلوماسي أخلص أخلص لا لا أخلص لا لا أقطع عليك لا دبلوماسي أقطع عليك مو دبلوماسي أنا الودودي الودودي نادي الكويت يتوج زين خليني أسألك لا مو دبلوماسي أنا ما شوف أنا ما أقول أنا أقول خليني أسألك شنو راح يصير باكر؟ باكر اقول لك اقول لك ما راح يصير شيء اخلص بس شكرا شكرا يعني ما راح يلعبون شكرا شكرا راح يلعبون وهذا بيدخل الملعب شكرا 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 خلي احتفال جابر جابر ما راح يصير شيء شكرا 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 نبي الرسمي الرسمي قبل الاتحاد اتوقع ما يصير يجتمعون يا اخوان مو قادرين جابر ترى ما تكلم يا جماعه جابر يا الحكام مو قادرين مو قادرين انا اتفق يا بانور شوف التتويج بكره يبي له يبي له قرار شجاع شنو شو اللي راح يصير يبي له قرار شجاع يعني شنو انا قاعد اقول لك احنا قرار الشجاع هذا ما هو موجود عندنا اوكي يعني ما راح يصير شيء ما راح يصير شيء لا وراح واللاعبين راح يكونون ضحيه لان موسم كامل تعبهم راح تعبهم راح يروح ببلاش يبا بنقول مبروك بنقول هارد لك ما ندري ايش بنقول باكر يعني والله ما ندري قرار شجاع محمد بدوح راح يحكم ما تقول مبروك ليش ما تقول مبروك قرار شجاع ليش ما تقول مبروك عاد احنا نسولف خلاص بسكر لا لا بنسولف لا بنسولف ليش ما نقول مبروك ليش ما نقول مبروك زين المشاكل اللي صارت في الهيئة في اللجنة جات اللجنة جددت لها وضافت عليهم اثنين زين يعني كانها راضية على الفعل فتحملوا يا الهيئة ضايق من اللجنة هذا خلاص انتهت مدتها انتهت 25 هذا بعد قانون هذا اللي انهاها القانون اللي انهاها عشان القانون ان الوزير حتى مع الوزير ما يقدر يمدد له ساعدني بانور عشان ما اروح منطقه ثانيه الان احنا امام معضله وحادثه تاريخيه بيدش علينا رمضان وبيدش علينا الموسم الجديد وما ندري منو
يحصل على الدر. اذا سلمنا براي بانور انه راح يصير في احتفالين هذه مشكله كبيره يعني راح تصير. عليهم بالعافيه خلي يحتفلون عليهم بالعافيه. تمام ابو علي خلي يحتفلون عليهم بالعافيه لكن احنا بنقول مبروك حق منهم وبنقول هارد لك حق لحظه ما يعني كلامي صح اذا صار احتفالين شو معناته؟ أسوأ موسم مر هو أسوأ بدون احتفال وانا اعزز كلامك بشغله شامل حتى لو واحد هو سيء وانهي الموضوع انهي الموضوع واعزز كلامك بشغله هو فعلا أسوأ المواسم سواء في احتفال او ما في احتفال يلا عشان ما بعد نعيد ونزيد في الموضوع خلونا نروح على السوشيال هيدلاين الغموض يخيم على بطل دوري فيفا هجم منتخب كوريا سونغ يرد على احتفالية مارادونا أثناء القرعة ويقود منتخب بلاده للفوز على الأرجنتين في مونديال الشباب تشيلسي يلغي احتفاليته ويايا توري يتبرى بـ100 ألف باوند لضحايا تفجير مدينة مانشستر كلوب يطلب التعاقد مع إيكر كاسياس We were so innocent, darling. We used to talk till the morning. You and I. You were my September song, song that lasted too long. Time was so slowly. When you were only 15, you were my September song. Tell me where have you gone? Do you remember me? We were only 15, and I'm. تفضل نسيت احنا هذا نسيت في بدايه الحلقه اني ابارك حق قطاع البراعم والشباب في نادي العربي حصولهم على جائزه التميز لهذا الموسم للامانه اقول لهم للقائمين على القطاع الاخ خالد قبندي وعلي حسين علي جواد علي جواد زين ان مشكورين وما قصرتوا وان شاء الله يعني اذا الله وفقكم المواسم القادمه ان شاء الله نسلم لكم الكثير وان شاء الله نشوف الفرق اللي اكبر بعد ان شاء الله يستاهلون يعني وانا اشكر كل الداعمين لكن يحضرني اسم وما اعطانا حقه الامانه زميلنا العزيز حمد بن حيدر من اهم الداعمين لقطاع البراعم فيستاهل ان نذكره بالخير لان الامانه يعني صاحب فزعه مثل ما يقولون فشكرا لك اخوي العزيز حمد بن حيدر مجهوده واضح ومجهوده يستاهل جزاه الله خير تشيلسي يلغي احتفاليته ويا توري يتبرع ب 100 الف باوند لضحايا تفجير مدينه مانشستر الكرة أكبر من الرياضة الكرة حياة اليوم وهذا الدليل الإنسانية اللي فيها احتفالية بكرة تضامن مع مانشستر تضامن مع مانشستر الاتحاد أبو علي المعنى الحقيقي لكرة القدم أكبر من الرياضة صحيح. احنا مساعنا نتكلم عن اللي قاعد يصير التتويج أنا مثل ما قال الأخوان أنا بالنسبة لي ان الكويت افضل انه يتوج عشان بعيد عنه بالعدد مرات لكن كره القدم اكبر من كذي لما احنا نستانس على نشوف فريق متوج يمكن خصم لنا لكن التتويج شيء فرق لان عايشين كره القدم عارفين شنو متعه كره القدم شنو وناسه كره القدم هذا اللي نبي هذا اللي بيصير بالكويت هني يعني خلنا احنا رايحين برا حتى بالكويت لا بدك توديني حق الامور الانسانيه الامور الانسانيه اكيد شيء طبيعي هذه الامور الانسانيه طبعا احنا دائما نقول الكلام السياسيين العالم كله لما يصير لك اي شيء يقول خل عندك روح رياضيه روح رياضيه هذه الانسانيه هذه الاشياء اللي صارت التفجيرات اللي صارت صراحه يعني شيء حزن ضد الانسانيه صح ضد الانسانيه زين ليفربول بيتعاقد مع كاسياس يا الربع كاسياس ابو علي في احد عنده اهتمام بالموضوع خوي ابو علي ابو علي دق على عادل توقع متابع متابع يقول لك لا ايش كاسياس زين كاسياس يا الربع ما حد متابع كلش
انت بس حكام كاسياس كاسياس بورتو زين بورتو البرتغال اي بس يبون الحمادون هني المشاكس القدساوي يقول اصبح عليكم مشاهد بس اليوم يا محللين عرباويه ولا واحد قدساوي عشان نسمع رده فعلهم على باكر ولا نادي الكويت قبل ما يكون عرباويه هم رياضيين كويتيين صحيح ويا صديقي المشاكس القدساوي مو كاتب اسمك ولا كان ناديتك باسمك كما تحب يعني اليوم احنا في معضله تهم الكويت كلها مو بس الرياضيين والله لو نفكر فيها ان بعد موسمين لما نسال عن هذه الحقبه ودنا نكون مو منها مو جزء من هذه الحقبه لكن كلنا جزء من الحقبه وما فيها انتوا الجماهير فبالتالي لما يكونون عرباويه هم قبل ما يكونوا عرباويه هم رياضيين وكويتيين انت ابو شاهد سالت سؤال قلت انت لو انت رئيس الاتحاد من انت قلت لك صح قلت قلت ونعم ومو محتاج مو محتاج يعني تاكد على الكلام لان انت يعني اسماءكم غنيه عن التعريف ويعني ما سويتوا حق الكويت يعني الكل يشهد فيه على كل حال بعيد عن هذا الموضوع فيصل يقول كتاب الهيئه يوقف اجراء الحكم اللي صار اشكال عليه فيكون الوضع كما كان قبل صدور الحكم. والله فيصل كلنا له وجهه نظر بتفسير القانون ما ندري يعني يعني شفت انت دكتور شفت الدكتور عيد واستاذ القانون فسرها يعني. وكلهم عليهم زاد لكن بالنهايه كل واحد وتفسيره وقناعاته. قد ساوي يقول اسال ضيوفك العرباويه هل العربي انظلم والنقاط الثلاث المفروض تكون من حق العربي؟ سؤال مستهلك سالناه مئات المرات مئات المرات ما راح اروح الى منطقه سابقه. الاسلم يقول اخوي ماهر لو توج نادي الكويت مثلا باكر المكافأة يأخذها الكويت وصدر حكم للقادسية بعد شهر شلون على المكافأة يردونها الكويت أنا أعتقد المكافأة ترجع للحكم يعني يا جماعة الموضوع موضوع والله كبير صج موضوع فرحة موضوع سي في موضوع دوري موضوع تعب شقة موسم كامل طبعا صح الفلوس مهمة صح المكافأة مهمة لكن المكافأة ترجع بعد شهر يصير بعد شهر يا ما صبرنا لكن أنك ينتهي فيك موسم وما تدري من السلم الدرع هذا ما مرت حتى حلاوة التتويج هذا ما مرت علينا هني نكة يقول نكة نكة حسبي الله ونعم الوكيل هو نكة كذي يقول حل الموضوع الدوري باكر لا المحكمة والهيئة ولا الاتحاد اللي يحلها وينقذون الوضع باكر بنتائج أحد الفريقين غير الخسارة السالمية أو خيطان يقول ما حد يحلها إلا النتائج هذا تريح العالم هذا تريح إيه مبارك بطاح ظفير يقول بشاهد ودنا خيطان ولا سالمية خلصون لباكر ولا ننطر المحاكم ولا شيء ونخلص ونفتك نقطع السطر شوفوا شوفوا ترى اللي مشاركين كلهم قد سوية كويتاوية ها وصلوا طبعاً. مرحلة يبي يخلصون بس يفتكون عبد الله خان يقول كان الحكومة تبي المشكلة تستمر بتأخرها بعمل استشكال وكان أمر مدبر لتسيير الأمور برأي الدكتور وعلى كلامه ليش استشكلت الحكومة إذن هذا تساؤل يعني لكن نبعد إحنا سوء النية وأن الحكومة تبي تسوي مشكلة ما مستحيل لأن إحنا جزء مهم من الرياضة وندري إن ما حد يبي مشكلة لكن خطأ مثل ما قيمه أسامة وهو قيم انه خطا دكتور عيد قال في مشكله في الاجراء لكن نستبعد ان احد يبي مشكله والله ما حد يبي مشكله امير يقول اذا احتفل ناديين في الغد فهذا راح يدخل جينيس الارقام القياسيه حصل فريقين على بطوله الدوري والله لك حق هني فالح يقول فالح فلاح لا احمد هاشمي يقول شلون ما في تتويج يفوز القادسيه ويتعادل الكويت يتوج القادسيه هذا اللي راح يصير واذكركم مبروك القادسيه صح كلامك إذا حسمت بالنتائج أكيد في تتويج إحنا قاعد نروح إلى السيناريو الأصعب بحالة فوز الكويت وفوز راح يفوزون الاثنين راح يفوزون الاثنين يعني إحنا نقول إذا كذا توقع إذا حسمت كم كانيات لاعبين وشاهد ترى المباراتين سبع ربع بكرة خلينا نقول فريق من الفريقين لدقيقة 94 وين بيلحق هذا بيروحني ولا بيروحني ولا يعني هم بعد هم بروحهم متوهقين آه شفت الكابترات هذه للطير يخلون لحق الدرع صحن فهد الشمري يقول يعني والله ان العرباويه ودهم تتوج الكويت هني ماجد يقول ضروره تاجيل المرحله الاخيره حتى الفصل في الحكم وتقام في 15/6 عبد الرزاق الشريم يقول انا اقول نحتفل كقدساويه مع فريقنا ويحتفلون الكويتاويه مع فريقهم بدون تتويج ونعطي الدرع العربي يقول اسمع 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 بالي يقول انا اقول نحتفل كقدساويه مع فريقنا ويحتفلون الكويتاويه مع فريقهم بدون تتويج ونعطي الدرع العربي يستانسون في شهر وبعدين ناخذ منهم يسمعون إدارة العرب يقول حكم قضائي من المحكمة يبطل قرار الوزير المعني ويعطي النقاط للكويت والوزير يقدم استشكال للفتوى المنطق يقول لا تتويج لأحد غدا ومحمد الفضل يقول السالمية بكرة بيحسمها وينهي الجدال معي مباشرة على الهاتف سيد فوز حساوي رئيس اللجنة الانتقالية المؤقتة حياك الله أبو عبد العزيز الله يحييك أصبح عليكم بالخير أخواني الموجودين حياك الله طبعا انا قاعد اتابع البرنامج يعني واشوف الكلام يعني وردة الفعل وكذا وايضا المحامين
نعم, نعم فيهم اللي تكلموا من قبل شوي. يعني احنا من قبل يومين او من قبل ثلاثة ايام يانا كتاب حكم المحكمة طبعا عن طريق الهيئة, ارسلون لنا كتاب واحنا طبقنا. نعم طبقنا هذا الشيء. اليوم يانا كتاب ثاني ان الحكومة سوت استشكال ووقفت القرار. طبعا الكتاب الحالي اللي هو حاليا موجود قدامنا, احنا باكر في حال فوز القادسية وفي حال فوز الكويت راح نتوج القادسية. يعني باكر في تتويج, اللي يقول لك ما في تتويج انا اقول لك في تتويج باكر. تمام. اذا 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 فاز القادسية وفاز الكويت انا اتكلم اي بهالحاله. لكن اذا يانا مثلا تغيير من عند الهيئة مثلا او كتاب ثاني, عرفت شلون؟ بس الكتاب الاخير اللي وصلنا احنا في تتويج. تمام واحنا عارفين هذا الشيء. حبيت اوضح للشارع اوضح. زين سؤال مهم من ابو انور, سؤال مهم. ليش دزيتوا حق الهيئه؟ بتدزون بكره باكر سمعنا انكم بتدزون الهيئه كتعزيز للقرار قرار التتويج. ما دزينا ولا راح تدزون يعني بكره ما في كتاب الهيئه. خلنا اكمل لك الله يسلمك. يلا احنا ما دزينا حق الهيئه اي شيء. نعم واحنا كنا قاعد نتناقش احنا اليوم كمجلس اداره بيننا وبين بعض, وكان طبعا المحامي مال الاتحاد مو موجود, فكان معنا المحامي ايضا عبد الرحمن ياسين نائب رئيس نائب رئيس لجنه الانضباط. لجنه الانضباط نعم. استشفينا في رايه كونه هو محامي من ناحيه قانونيه, وشرح للاخوان شرح لهم طبعا في الكتاب الاخير اذا ما يانا اي تعديل مني لي باكر والله العالم يمكن باكر شيء, بس بالكتاب الاخير حال فوز القادسيه وفوز الكويت القادسيه راح يتوج بطل دوري خلاص حسم الموضوع بالنسبه لكم ما لم يتم تغيير. اذا صار يعني احنا ما ندري احنا اليوم تغيير من الهيئه. احنا اليوم ناخذ قراراتنا من عند الهيئه. تمام الهيئه شو تقول لنا؟ طبعا احنا باكر الساعه 1 الظهر راح نكون متواجدين بالاتحاد ننطر نشوف. اذا ما يانا شيء خلاص هذا اللي راح يصير, ولكن اذا يانا اي شيء فيه تغيير راح يبين وراح احطه حق الشارع كله. القرار اتخذته ابو عبد العزيز, القرار اتخذته بالتصويت؟ ماكو تصويت ولا شيء, كلهم الاخوان متعاونين وكلهم يعني مع بعض بنفس القرار متفقين. متفقين. احنا ليش لا احنا خلي اكمل وبعدين نسال. تفضل تفضل ابو عبد العزيز. نعم تفضل ابو عبد العزيز. نعم. الحين اتكلم انا يعني. تفضل تفضل ابو عبد العزيز. اي انا اقول لك الله يسلمك ان بموجب الاجتماع اللي قعدنا فيه اليوم شفينا راي المحامي اخر كتاب يانا انه صار استشكال. نعم. توقف القرار في هذا يعني الى 14. احنا علينا انه في حال فوز القادسيه يتوج القادسيه بطل, لكن اذا صار شيء فيه تغيير باكر احنا لازم نحط قراراتنا بموجب ما يعني احنا لجنه معينه ناخذ قراراتنا من عند الهيئه. من الهيئه اخواني يعتقدون ان فواز الحساوي هو اللي يحط هو اللي يشكل خيط, غلط هذا كلام. يعني هذا احنا قراراتنا ناخذها من عند الهيئة. طيب. ليش طيب. كتاب يعني. في سؤال من ابو انور. ابو انور سؤالك. اخوي فواز. هلا هلا ابو انور. شلونك طال عمرك؟ ابي انت ليش متوقع انه يجيك كتاب؟ انا ما قاعد اقول لك متوقع, قاعد اقول لك اذا ما صار تغيير. اقول لك اذا ما صار, انا ما اقول لك انه بيجيني كتاب, اقول لك اذا صار اذا الامور مشت على ما هي عليه, اذا الامور مشت على ما هي عليه راح اطبق حق نادي القادسيه الدوري يصير له اذا فاز طبعا باكر نادي القادسيه. ابو عبد العزيز السؤال من جابر الزنكي, الى اي مدى صلاحيه الهيئه تصل الى وقف التتويج؟ والله اذا الهيئه قالت وقفوا التتويج راح نوقف التتويج, بس هذه مو مشكلتي راح تصير. اوكي هذه مشكله الهيئه. اوكي بس ممكن ولازم الشارع ولازم الشارع يعرف هذا الامر. تمام. اسمع السؤال لو سمحت من اسامه. صباحك الله بالخير. راح يصير مدتهم راح يصير. اسامه حسين معاك ابو عبد العزيز تفضل. ما اسمع الله يسلمك ابو عزيز. الله بالخير شلونك؟ الله بالخير ابو عزيز. شنو السيناريو الثاني غير اللي قلته انت؟ انت الحين قلت السيناريو هذا الموجود الان, ممكن السيناريو الثاني شنو يعني؟ يعني دزون كتاب الهيئة على أي أساس؟ أنا الله يسلمك ما في سيناريو ثاني ولا ثالث. إحنا اليوم يانا أول شيء الاستشكال اللي سوته الحكومة, على ضوءه إحنا نتخذ قرار في حال فوز القادسية أو فوز الكويت خلينا نقول يتوج القادسية. نعم لا عزيز عفوا هم اليوم دزوا كتاب, يدزون باكر الكتاب ليش بعد؟
انا ايش دراني هو يقول اذا يقول اذا يعني ادري ليه يعني مو مدرسه كتاب هم جاهزين جاهزين لاي وضع يعني. نعم انا بوضح حق الشارع الكويتي ان احنا ننطاع لاوامر الهيئه والقرارات اللي تجينا منهم واضح واضح اذا الهيئه قالت اي شيء اذا الوضع استمر على ما هو عليه لين باكر لين باكر خلاص انتهى الفيلم في حال فوز القاضي يتوج بطل لكن اذا الهيئه قالت لنا اي شيء ولا دزت كتاب عرفت شلون احنا في هذه الحاله لازم نشوف شو تاجل المباراه ابو عزيز ولا راح يلعبون بدون تتويج اذا كتاب تتويج واضح راح ناجل المباراه راح تلعبون بس بدون تتويج اذا ياكم كتاب ابو انور لا نعيد الاسئله لا واضح قال تتويج مو مباراه قال اذا انا كتاب تتويج تاجيل تتويج لا نعيد الاسئله وانور عفوا هلا هلا عفوا وانور انتوا قاعد تروحون تردون على نفس الكلام صح اتفق وياك لحظه خلي اكمل لحظه ابو انور ابو عبد العزيز خليك معي بنقل لك نقطه لا خلي اكمل النقطه طول بالك طول بالك نقطه مهمه ان شاء الله ان شاء الله بس اخذني بسعه صدرك ابو عبد العزيز الان يا اخوان خل بس لان الموضوع فيه شد ولازم نركز فيه ابو عبد العزيز الان سؤال ابو انور تؤجل المباراه اذا حدث تغيير وكتاب من الهيئه تؤجل المباراه ولا تتويج والله احنا ما راح ناجل مباراه عرفت شلون واضح. بس اي شيء اي كتاب بيجينا من عند الهيئه احنا راح نطبقه واضح الان السؤال الاهم اذا انا كتاب ولكن اذا ما جاء شيء راح نمشي بنفس الكلام اللي قلت عندنا نفس النقطه عندنا نفس النقطه خلينا نروح الى نقطه جديده الان يا ابو عبد العزيز في مشكله في تفسير الكتاب اللي بعث لكم من الهيئه في اراء قانونيه اختلفت عليه انتوا فسرتوا وفق اي وجهه نظر انا بالنسبه لي احنا مقتنعين بقراراتنا وعندنا محامي مالنا تكلم وشرح الوضع بالكامل واحنا لازم نطبق القرارات اللي تجينا من عند الهيئه بس نقطه ولا السطر ما راح نزيد ولا راح نقص اوكي ما يانا كتاب ثاني ولا يانا شيء راح نمشي للاخير وراح نشوف هذا انا قاعد اتكلم هذا في حال فوز القادسيه فوز الكويت الحاله الاصعب خلينا نقول القادسيه تعثر باكر والكويت فاز الكويت يتوج بالبطوله خلينا نقول والعكس خلينا نقول الكويت تعثر والقادسيه فاز القادسيه شو اسمه يتوج بالبطوله صح بس انا اقول لك في حال فوزهم اثنينهم على الوضع الحالي يتوج القادسيه بطوله مفهوم تدري اجتهادات كثيره وفي بعض الامور يعني دقيقه ومو دقيقه خذنا بسعه صدرك واسمع منه ابو عبد العزيز يقال ان غدا تنتهي المده القانونيه للجنه وبالتالي ما عندكم صلاحيه في اتخاذ قرار صحيح احنا باكر تنتهي المده مالتنا باكر وخلاص صلاحيه شنو يعني اتخاذ القرار تنفيذ اي قرار يعني باكر انت من ضمن صلاحياتكم باكر تنتهي مو 24 25 اي باكر 25 باكر هي المباراه النهائيه اللي تعتبر واخر مباراه بالدوري تمام ما ادري اذا حاب بس تقول لنا شو اللي متوقع للقادم من الايام بالنسبه لانتهاء مده اللجنه القانونيه جددون هل في تجديد والله انا لما الحين ما يعني شيء من الخبر هذا انه في تجديد ولا غير احنا بالنسبه لنا بس كان لي عتب بسيط عليك اخوي ماهر تفضل تقول انه أسوأ موسم موسم انا كلنا مشاركين فيه لا انا اسف ابو عبد العزيز لو سمحت خليني اقول لك الله يسلمك لا بس عتب هذا داش مداخله يلا أنا تفضل احترم وجهه نظرك يلا ولكن انت لو تبي تشوف من ناحيه مكافآت من ناحيه دوري درجتين من ناحيه الغاء دوري رديف اليوم انت قاعد تشوف نادي النصر قاعد ينافس صح. وقاعد تشوف الانديه الثانيه قاعد تسوي مفاجات وقاعد تشوف في اثاره بالدوري انا هذا اللي قاعد اشوفه يمكن لعلي انا ما ابي اتكلم هالشيء كوني انا قاعد امدح نفسي صح. ولكن هذه الاشياء كلها اشياء ايجابيه نعم. ما حد تكلم عنها انتم قاعد تتكلمون من موضوع الثلاث نقاط موضوع الثلاث نقاط احنا بالاتحاد طلع من عندنا راح لجنه اولمبيه اخوي ابو انور يقول طولت اوكي انا ما اختلف ويا اخوي ابو انور طولت احنا طلعت من عندنا شهر واحد ترى على فكره ولا شهر اثنين قعدوا ثلاث اشهر من لجنه اولمبيه الين مجلس اداره هيئه الين هذه مو بيدنا احنا هذه مو بيدنا صح. هذا القانون هم يعني هذه الامور ولكن من ناحيتنا الاتحاد طلعت من عندنا زين ابو عبد العزيز بعد من باب الانصاف عطنا حقنا يعني انت عتبك على عين والراس بس عطنا حقنا انت تقول ما ذكرتوا الايجابيات احنا موسم كامل احنا بظهوركم نعم. وايدنا بيدكم نعم. وكنا نعم. اكثر يعني ما نزكي على الله نفسنا يعني قاعد نقول احنا داعمين لعملكم مو بشخصكم نعم. لكن نعم. اليوم لما نقول اسوء موسم
ما نقصد اللجنة، اللجنة جزء من الموسم، لكن إحنا من الموسم، الجماهير من الموسم، الرياضيين من الموسم، المحللين من الموسم، إحنا نتكلم عن حالة عامة، ما نتكلم عن اللجنة، عمل اللجنة. والدليل إنه مو أنتم المسؤولين، كلنا مسؤولين. الهيئة تو قلت الهيئة مسؤولة أيضا وياكم، اليوم إحنا كمراقبين مسؤولين وياكم، محامين اطلعوا ويانا، كلنا نفسر بطريقة. فأنت فهمت جزء من الحقيقة، ما فهمت الحقيقة كاملة. إحنا نتكلم عن موسم، إحنا ما نبي نتكلم عن الهيئة ونعم فيهم لا لا، إحنا نتكلم عن موسم مزعج. شارع الكويت صح صح صح، في لجان صيب الاتحاد أسوأ موسم لهم. وياك وياك العزة تفضل. اليوم لازم يعني الناس تعرف إن إحنا نطبق قرارات اللي تينا من عند الهيئة، لازم هذا الأمر يكون واضح للكل. يعني بعض الناس يعتقدون باعتقادهم ان احنا اللي قاعد نسوي القوانين من عندنا، هذا خطا. يعني احنا اليوم جانا كتاب اول شيء حق نادي الكويت طبقنا، جانا استشكال وقفنا، مثل ما قاعدين قاعد نطبق احنا ونسوي. هذا واضح. عموما ابو عبد العزيز، انا اشكرك انك خليتنا نوضح ان احنا مو قاعد نلوم احد لما نقول اسوأ موسم، ولكن هو حقيقه موسم للنسيان. ما نحمل اللجنه ولا نحمل الهيئه ولا نحمل، لكن احنا كلنا مشاركين في هذا الموسم. شكرا لك ابو عبد العزيز على سعه صدرك، شكرا لك على اتصالك. ابو علي، ابي تعليقك على اللي قال ابو عبد العزيز. لا طبعا، شوف اللي قال ابو عبد العزيز كلامه عدل، يعني في اشياء، يعني الاتحاد اللي سواه، انا قلت هالكلام حلقه الضافه وقلت الكلام بالحلقه هذه، ان اللي سواه ابو عبد العزيز الاخ فواز صراحه الحوافز اللي حطها، يعني امور من انه هو شخصي اللي سواه شيء كبير، من سنين، من 50 سنة اكثر ما شفنا الحوافز هذه اللي موجوده بالاتحاد، اللي عملوا اجتهدوا وسووا وقرارات وايد جيده من صالح الرياضه، شالوا الدمج اللي فيه قاعدين يعاني منه، تغليص عدد اللاعبين اللي مكدسين وقاعدين ودوري الرديف شالوا، كل الامور هذه ايجابيه. لكن في بعض الاخطاء ما يتحملها فواز ولا الاتحاد، اللجان تتحملها، مثل الحكام عندهم اخطاء، لجت في بعض اللجان بالاتحاد عندهم اخطاء ما يتحمل الاتحاد، بس كرئيس اتحاد وكأعضاء مجلس الاتحاد لا، يبغى سوى اشياء وايد ايجابيه، بس هم ما يعبون من الاخطاء بعض اللجان اللي اخطات، وهذا يحصل، وهذا عمل. لكن عمل. عمليه ان نلوم شخص ولا، وبجانب شغله ثانيه اقول له اخوي فواز، ان كانوا يتصيدون عليكم ويبي يسوون عليكم ايش، كانوا في بعض الناس اللي من طرف ثاني كانوا يسوون اشياء. المكافات اللي حاطها اخو فواز من جيب الخاص ولا من شنو يهمك؟ الهيئه شنو يهمك؟ ال 175 ولا 50 شنو يهمك؟ لا انا ابي الجواب، لا ابي انت يهمني، لانه انا اقول لك اذا هي من جيب الخاص المفروض ما تخصم. زين هي قاعد تخصم. زين يعني الحين النادي العربي، لو النادي العربي محصل على المركز الثالث ما حصل، لو محصل على المركز الثالث من اللي قال بيخصم؟ انت من اللي قال بيخصم؟ كتاب رسمي، في خصم دجوا كتاب رسمي، خليك خصم 62,000 دينار للعربي. ايه؟ بعدين الاخفوات مو قال فيه مكافآت؟ نعم زين. وبعدين ما قال القينا العقوبات؟ نعم ردوا حطوها. شنو اللي بوصل له؟ ايده من حسابه الشخصي، انت الاتحاد ما له شغل بالعقوبات. في هالكرسي كان موجود فواز الحساوي؟ لا الحين تو طلعت قرارات هذه. لا 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 تحملني، جيبه بالكرسي طول بالك ونقعد طول بالك. لا لما تقول لي كان بهالكرسي كنت بتقول لي ما كلمته، ما كان القرار موجود، قرار تو صار له 3 أسابيع. شكرا. ايه عشان ما يصير الموضوع حجني وحجك، احنا نبي المصلحه العامه صح؟ لا انت ما انت تبي المصلحه العامه، المشاهد انه كان قاعد هالكرسي وانا ما كلمته. انت خليل لا انت ان شاء الله انت تبي المصلحه العامه، ابي المصلحه العامه خليه ونقعد. اسمح لي كان موجود في هالكرسي، خليني اتكلم عاد. خليني اتكلم. تفضل. قال إيه؟ الهيئه هي اللي تصرف المكافآت. اذا المهم يطول بالك، اذا صار في تاخير من الهيئه انا مستعد وانا متكفل في هذا الموضوع. إيه؟ اكثر من كذي او نقص اكثر من كذي ايش تبي تسوي؟ انا الحين بعرف الحين انت الحين قاعد تقدم برامج، من اللي راح يرجع الهيئة؟ بس خلاص قال لك اذا في اي نقص انا متكفل. اكثر من كذي ايش تبي تسوي؟ تكمله على موضوع بنور، انا اتفق يا بنور جمله وتفصيلا، والدليل ان في كتاب يانا احنا قبل فتره ان تدفعون اللي عليكم في اسرع وقت ممكن. زين شنو هذا؟ شنو اللي يمنع؟ يعني هذه الحكومه. خل اكمل وهو قال هيئه مو الحكومه. خل اكمل لك الجمله هذه، واذا ما اعطيتونا اياهم باسرع وقت ممكن راح ناخذهم من نقل تلفزيوني. انا ارد على اخوي علي، لا يقول لي من 50 سنه ما صارت شيء. الكلام اللي قال يعني هذه الحكومه قاعد تدفع حق الانديه بمجهود منو يا اخوان؟ يا اخي انت من جيبه ولا مو من جيبه؟ لا في فاز. انت سالم ابو علي في فاز. اذا من جيبه جزاه الله الخير. ليش اذا يجتهد ويسعد يطلع نقطتك فيها؟ فهمنا اياها شوي شوي. انا اقول لك انت الحين نفترض ان فواز ما مو من جيبه الخاص لكن سعى لها جزاه الله خير.
جزاه الله خير. اكيد جزاه الله خير. زين انت ليش صار لهم 30 سنه مكافاه بطل الدوري 7000 دينار؟ اشوف ما حد تكلم. لو ما يستلمونها بطل الدوري خير نرفعها. بس ليش حلو تسمع؟ انا معترض. لا انا بوضح لك انه مو من جيبه الخاص. اذا شنو من الحكومه؟ شنو اللي يضرك من جيبه ولا مو؟ انا اقول شنو اللي يضرني؟ ليش ما سالته مساحه؟ لحظه لا لا ما انا ابي الحوار كذي ما حد راح يستفيد. انا اللي يضرني. انت ما تبي حد يستفيد؟ ما تبي حد يستفيد؟ يعني هل ما تبي احد يستفيد؟ ما تبي احد يستفيد؟ لا 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 طالعني. ما تبي احد يستفيد؟ ما تبي احد يستفيد؟ لا انا لا ابيك تجاوب سؤال. زين شنو اللي خلاك تقول من جيبه؟ ما قال من جيبه. زين انا الحين بفهم ابو علي نقطه بس. لا ما تفهمني انا فاهم. لا مو فاهم. بطل الدوري كم ياخذ؟ 100. 100 ما راح ياخذ 100. ليش؟ ليش؟ شو؟ انت تسالوني تجاوبوني؟ ما راح ياخذ 100 لان في كتب رايحه خصومات. لا 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 الحظ ما راح ياخذ 100. فاقكم فاقكم. تكفى لحظه ارجوك ابو علي. ارجوك ابو علي. لحظه لحظه حسين جابر. جابر لحظه الحين حسين جابر. لحظه حسين جابر حجي خليل. راحت من الانديه كتب بالخصومات. النادي العربي عليه خصم 62. النادي ذاك عليه تليفوني. تليفونك زين 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 عليه خصم. شو يسوي هو؟ شو يقول لك احنا؟ لو سمحت ابو علي زين هدوء شوي. هدوء شوي هدوء. لحظه ابو علي. انا بنور 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 ابو علي شويه هدوء لو سمحت. اوكي لان احنا مو بحرب. سؤال لما يكون المبلغ المرصود 100,000 وصار في عليه خصومات المكافاه مكافاه البطل كم؟ مو 100,000 ولا تغيرت 100 100 خلاص. بس الخصومات ما له علاقه فيها. فيها وطلعها من الحكومه. مو عيب. لا 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 مو عيب انك تراجع القرار. يا ابو انور حكي ان شاء الله. شاب يعني ترى انت وياك حق على بس ابيك تقول بدون صوت عالي عشان نسمعها. يبلى قد ان شاء الله. بنور بنور تكفى اسمع هالجزئيه هذه. ارجوك 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 قاعد اقول لك. الخصومات شلون؟ الخصومات الغيت. شباب ساعدوني. الغيت وبعدين ردت صح؟ مو عيب انك تتخذ قرار وتتراجع عنه لما تشوفه خاطئ. ليش؟ لان شافوا انه في تمادي من الانديه يا اخي. ردوا الخصومات بالعكس يشكرون هذا الشجاعه انك تراجع عن قرار خذيته. ما يدري ردها باثر رجعي. ماشي. شنو ماشي؟ قرار خاطئ قاعد اقول لك. انت لو انك عضو بالنادي ما تقول ماشي. لا 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 شنو على النادي؟ تعال انا بطق. انا بغلط وبسوي علي غرامات. قلت اللي عندك. اسمع تكفى تسمع. دافع عن الناس بدو ابو علي. ابو علي انا دافع عن الحق يا ابو علي. لا ابو قاعد دافع عن الحق يا ابو علي. لا لا دافع عن الحق. بالنظافه قاعد اشتغل عادي. مين قال لي تشوفونه؟ ابو علي ابو علي انا ماني محسوب على طرف. وعلي اذا نعرف كره القدم شو تتكلم عن كره القدم؟ تتكلم عن الماضيه؟ تتكلم عن كره القدم؟ والله اللي سووه تغليس اللاعبين. جزاهم الله بخير. الخصومات مهمه. الخصومات هي مهمه. شلون 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 ترجع اذا هذا اذا انت واحد قاعد يتمادى بالخطا شلون اقعد؟ فبالتالي تراجع. نعم العقوبات الماديه قصدي. اي خصومات عقوبات. اي نعم خصومات. هذه انت انه تراجعون عن هذا صحيح. اي صحيح صحيح شيء صحيح. اوكي اوكي. ليش؟ لا لا لان لان استغلوه استغلال سيء. يعني قاموا يتمادون. قاموا يتمادون بالخطا. ما في راده. ما في راده. ما في راده. اذا ما اذا حطيت على غرامات. اذا ما حطيت على غرامات يبغى نطلع بس مشاهد. مشاهد لحظه مشاهد. اذا ما حطيت عليه غرامات شنو سجنه؟ هذا الحل الوحيد. هذا شيء واضح. زين أسامة أبو جابر راح تسولفون معي عن التغرير. لا أبو عزيز التغرير أخوي فواز. التغرير مو التغرير. التغرير يستاهل. يستاهل التغرير. التغرير التغرير يستاهل أبو علي. يستاهل التغرير. مو بعيد عن هذه المواضيع نتكلم عن بعض الإنجازات التي تحققت في هذا الموسم عشان ما يقولون إن احنا ظالمين الموسم. في إيجابيات لكن الموسم بحد ذاته موسم إجمالا كان مزعج لكن في إنجازات. خلينا نشوف. صباحك توج افراحك وزفل بشارة لعيالك. هنيالك يا بلادي هنيالك. صباحك توج افراحك. انا سعيد اني اشوفكم. الحمد لله حملوا هذا المسؤولية. بارك الله فيكم وأتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق والنجاح في عملكم. أنا عارف أنتم حملتوا مسؤولية تعلمون أنها مسؤولية لكن طبقتوا القانون. القانون اللي طبقتوا ونحن وياكم.
بعد ما اجتمعنا احنا اول قرار اتخذناه هو الغاء دوري الرديف. طبعا تقليص العدد من 40 لاعب الى 30 لاعب. مكافاه بطل دوري فيفا طبعا مجلس الاداره اخذ قرار ان مكافاه المركز الاول راح يكون 100,000 دينار، المركز الثاني راح يكون 70,000 دينار، والمركز الثالث 50,000 دينار ان شاء الله. اثبت تورط اين كان صفته سواء لاعب اداري حكم ما راح نتردد امانه في تحويله او المساءله للجهات القانونيه. يا ولي العهد يا ولي العهد لك حب كبير. يا ولي العهد يا ولي العهد فليحفظ الله فليحفظ الله فليحفظ الله الكويت والأمين. فليحفظ الله فليحفظ الله فليحفظ الله الكويت والأمين. فليحفظ الله الكويت والأمين. فليحفظ الله الكويت والأمين. كويتنا كويتنا شفت الجمله الاخيره اللي قالها ابو انور؟ اي والله يقول ابو انور يقول حق ابو علي بعد كل اللي شفته سولف هو كان يقول له تدري ليش عشان كذي انا احبك ومتفق وياك ومتفق وياك على شنو قلت له؟ على الثقافه الانجليزيه الثقافه الانجليزيه ودونا حق التقرير القادم مع راد الشمري عن دوري فيفا النصر والتضامن 1-0. الجولة الختامية لدوري فيفا لكرة القدم ومواجهة لم تغير نتيجتها من مراكز الفريقين، فالنصر ثالثا وبجدارة والتضامن ثامنا مع الفرق الكبار في الموسم المقبل. سيناريو المباراة شهد سيطرة ميدانية واضحة للنصر تكللت بهدف وحيد في المباراة حمل إمضاء المتألق مشعل فواز الصليلي. انا اعتقد ان يعني قدمنا موسم جيد، اعتقد فوق الجيد، بعد حققنا الهدف المنشود واكثر ان شاء الله. اشكر اللاعبين جميعا، اشكر مجلس الاداره، اشكر الجهاز الاداري، اشكر الجهاز الفني، جمهور ومتابعين نادي النصر الداعمين لنا دائما من بدايه الموسم الى الان. اشكر كل جميع من ساهم في هذا الانجاز اذا اعتبرناه انجاز ان شاء الله.
لأن حققنا أكثر من إحنا الهدف اللي كنا نطمح له. إن شاء الله الموسم الجاي عندنا مجموعة شابة جديدة إن شاء الله راح نعطيها الفرصة، وإن شاء الله الموسم الجاي يكون أحسن. وأقول لهم إن شاء الله مبروك، ومبروك عليهم المكافأة، مبروك عليهم الثالث، وإن شاء الله المواسم القادمة أفضل لهم إن شاء الله. بارش قصة اللاعب المشاب هذا اللي خسرنا في مباراة 19 اللي انطرد أول لاعب، والحين سنجاي فيك ضاع فريق أول سنجاي اللي يموت ما يلعب. لا شكله راح يكون دفع بعد الفن إن شاء الله. مشكورين يا حبيبي، وأنا أشكركم جدا صراحة، وسامحونا إذا قصرنا معكم. فريق النصر فريق كبير، فريق ثالث الدوري بجدارة. كانت مباراة ندية وجميلة، وأوجدنا عدة فرص بالمباراة، كان ممكن نطلع تعادل. قدمنا نحن والنصر مباراة جيدة، بتصور فريقنا كان اليوم زين رغم انه بختام الموسم، رغم انه عندنا غيابات، ورغم انه عندنا نقص باللياقه البدنيه، ورغم انه لعبنا باغلب لاعبينا بالصف الثاني. راضين عنهم وبنقول لهم الف مبروك البقاء بالدوري. تعرف انت اليوم نحن كان من اسبوعين ضمننا البقاء، والكابتن فواز اشرك عديد من اللاعبين الشباب لتحضير الموسم المقبل. نحن كان هدفنا هذا الموسم انه نبقى بين الكبار. تعرف انت كان في تخبطات قبل بسنه بسنتين، وهلا الفريق عاد بقوه ان شاء الله، وان شاء الله نحن بنحضر بعد رمضان ان شاء الله تحضير الموسم الجاي، وان شاء الله نؤدي اداء يليق نادي التضامن الموسم المقبل. لقطه سنتوقف عندها مع نهايه المباراه التي تحصل فيها النصر على ركله جزاء البرى لها الهداف مشعل صليلي، لكن لم يوفق بهدف قد يجعله هداف الدوري منفذا ركلة الجزاء بهذه الطريقة. قدرنا ناخذ المركز الثالث احنا من اللعبة اللي طافت، لكن دشينا المباراة هذه تعرف يعني حلوة لما يكون ختامها مسك ناخذ 3 نقاط. الحمد لله نقول هارد لك ربعنا بالتضامن، قد لك النصر، وان شاء الله الموسم الجاي نطمح افضل من المركز هذا. ما راح اخليك ركلة الجزاء. والله شوف بيني وبينك يعني اخوي صالح مهدي، انا ما ولا استهزئ بنادي التضامن، لكن انا حبيت العبها بالطريقه هذه، ما الله وفقني وفق تصير الهداف. الحمد لله على كل حال مكتوب من ربك هذه 14 هدف. اي نعم الله يعافيك. بالاخير احب تقولها لربعك والجهاز الاداري والاداره اللي قدمت لك معامله الكثير والكثير. اول شيء كل الشكر مجلس اداره نادي النصر، جهاز فني وطبي واداري، صراحه ما قصروا ويانا طول الموسم، كسبروا علينا على اشياء واجد. الحمد لله على كل حال قدرنا نبيض وجيههم، واقول لهم يعطيكم الف الف عافيه، وان شاء الله الموسم الجاي ترقبوا العنابي. إذن قصه نجاح سجلت هذا الموسم لكتيبه النصر بقياده الوطني ظاهر العدواني الذي وضع بصماته على الفريق خاطفا الانظار، وكان من المنافسين على الدوري. المشهد الختامي للعنابي، استطاع فيه النصر خطف المركز الثالث عن جداره واستحقاق، والحصول على مبلغ 50,000 دينار كويتية. رعد الشمري لبرنامج بين الشوطين. شكرا للعزيز رعد الشمري، نقول مبروك لنادي النصر. وقبل ما ناخذ تفاصيل المباراة أبي الشكر يكون مضاعف لرعد الشمري بعد عودته نشيط ما شاء الله تبارك الرحمن. الحمد لله على سلامتك، رد من السفر وعلى طول زاول مهامه وابداعه، فشكرا لك يا رائد كثر خيرك على انك ما رايح ابد. ما اتوقع الحين رائد رائد. اسامه حسين، المباراه حملت بعض البوادر الطيبه، يعني شفنا تكريم من نادي التضامن لنادي النصر وتهنئه، وشفنا اشياء بعد فيها اكشن، يعني مشعل فواز حب يلعب اللعبه هذه بنينكا سيدي تشب وصادها صالح مهدي، كان ممكن يصير هداف الدوري لو مقبل البنتي. طبعا هو حطها يعني بعد ما اتوقع انه كان وده يسجل بيختم الموسم بهدف جميل يعني، لكن بعد وترى مرقي اخلاق اعتذر قال مو قصدي. نعم شوف انا بتكلم عن نادي النصر امانه، بقول لهم يعني مشكورين صراحه، يعني انا كوني عرباوي متابع للدوري الكويتي أقول حق نادي النصر مشكورين، مشكور كابتن ظاهر، مشكور الجهاز الإداري، مشكور الجهاز الفني، اللاعبين، الجهاز الطبي. نادي النصر يعني أعطانا درس لجميع الفرق، درس شلون تبني فريق، وشلون تفكر تنافس، وشلون تبعد الفريق عن الإعلام، وشلون تزرع الروح داخل الفريق. هذا كله شفناه بنادي النصر. يمكن أنا أقول لك حلاوة هذا الموسم كله أمانة نادي النصر، مع احترامي لباقي الأندية، نادي النصر
متعنا نادي النصر يعني حقق نتائج ما حد كان متوقعها. نادي النصر عنده اصغر لاعبين بالدوري. نادي النصر يعني مدرب وطني. يعني اليوم نادي النصر بتكلم عنه مثل اتكلم عنه لباكر، مو عشان حقق بس المركز الثالث. اليوم نادي النصر لما يلعب تتمتع في سرعه باللعب، وقدم لاعبين قدم لاعبين في لعب جماعي، في روح، في روح جماعيه بين الجهاز الاداري والفني واللاعبين. فاعتقد ان نادي النصر، انا يعني اكرر شكري لكم ان انتم امتعتونا هذا الموسم وقدمتوا درس بالمجان لجميع الانديه. بونور بس بسرعه، ما عندي وقت. الحقيقه انا ما بزيد على كلام اسامه بالنسبه لنادي النصر. نادي النصر اقول لهم بكلمتين شكرا لما قدمتموه، لان اسامه اعطاهم حقهم. ارد الى نادي التضامن نفس الحاله. نادي التضامن ما شارك اسامه الدور اللي فات، ما شارك، يب فريق جديد زين وشق الطريق ووصل الى الممتاز. الف شكر لاداره نادي التضامن ولاعبين نادي التضامن، مثل ما اثنين على نادي النصر نثني على نادي التضامن، من مجلس اداره الى اصغر الى المعد الى 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 الى, إلى الجهاز الطبي، نقول لهم الف شكر، قدمتوا موسم جميل وحقا يعني وحقيقه تستاهلون التحيه كل الفريقين. يا شهدوا كاهدوا ما شاء الله. لا هذه هو اخر حلقه لبنان قدو بين هذا شرب قدو حجي خليل جابر زنكر لك خساره من العربي 3-1. مشكور والله. ايش اللي صار في المباراه وفي حادثه انت حاب تتكلم عنها؟ والله وش تشوف طرت انت اليوم احنا انا انطرت اليوم. يمكن تكلمنا قبل شوي، يمكن عبد العزيز كان زعلان ان الكلمه اللي انتم قلتوا انه اسوء موسم. شوف في لجان اشتغلت بالاتحاد، من الظلم ان نبخص حق الاتحاد صح. وفي قرارات طلعت اللي قالها ابو علي كلها قرارات ايجابيه، لكن انا اقول اسوء لجنه مرت علي التحكيم اللي يترأسه فواز الحساب. أسوأ لجنة بالاتحاد. يعني أنا بعطيك على مباراة نحن اليوم، تخيل الحكم جاي المباراة متعور، يعني الأمور اللي نشوفها احنا ما نشوفها إلا بدوريد. تخيل الحكم الرابع أول 10 دقائق يسخن، أنا خابر الفريق الثاني يسخن. فريق ما فهمت هذا. الحكم الرابع زين قاعد يسخن عندنا على الجنب يحرك ريوله ودينه اول 10 دقائق جهز نفسه حق يقول انا جاهز. يمكن في شيء مشكله بالحكم. انا اعطيك مثال، الحكم اللي حكم لي اليوم هذا الحكم مفروض ما يحكم. ليش مشاهد الحكم هذا متعهد لاعبين يا جماعه، ما يصير يفتر على انديه يعرض لاعبين يا اخي. ما في شيء قانوني يمنع. اي لا حكمه هو. يعني انا اعطيك مثال، انا اليوم العب ضد خيطان، امون على نادي خيطان، والحكم هذا يا يعني 3 محترفين حق نادي خيطان. اي صح. شلون بيعاملني انا داخل الملعب؟ بالضبط. شلون بيعاملني؟ ممنوع. بيعطيني حق يعني؟ لا هي ممنوع. اي نشاط. يعني هذه الفوضى، هذه الفوضى اللي احنا قاعد نقولها، في فوضى السنه هذه، في فوضى بالاتحاد يا جماعه. شيء هو متعهد. بس هو هل عنده كتاب رسمي من الاتحاد؟ انا شوف عاد هو متعهد رسمي، انا ريال، انا اقول لك اذا هو قاعد يشهد ووفق علاقاته احنا ما علينا. يعني انت لما تجيني رسمي مشاهد، انت لما تجيني متعهد وتعرض علي لاعبين، شنو هذا عيل؟ لا بس جابر في امور قانونيه احنا نمشي على كتب. اذا ما عنده ليسن او شيء يثبت انه متعهد، انا شلون برجع له قانونيه؟ يروح حق اي احد عنده ليسن. ما هو مشكله يعني. لا شلون اثبت انه متعهد؟ شلون ارد عليه قانونيا؟ شلون انا قاعد اقول لك كل الانديه يدرون كعرف. انت ترضى ان اخذ فيك قرار بالاعراف؟ انتوا كنادي شباب عرض عليكم؟ اي عرض علينا. اي انا مصدق إيه؟ انا مصدق مثلا انا عرض علي لاعبين محترفين الحكم لليوم ما اخذتهم. انا مش اسم الحكم يعني ضيف الله ويدرون الاتحاد. ضيف الله الفضل ويدرون الاتحاد. وترى على فكره على كل الانديه، يمكن حتى اليوم انا مكلم نادي العربي قالوا نعم متعهد لاعبين. زين عشان بس الوقت جابر، انت عندك مشكله من الحكام من اول موسم، يعني مو بعد رئاسه سيد فواز الحساوي، من بدايه الموسم اكثر من رئيس تعاقب عليها، انت عندك مشكله مع الحكام. اكمل لك بعد الحكم الثاني يلا. بدام ان عندي مشكله مع الحكام يلا. تعور ضيف الله تعور مبين طبعا. نشوف من الجيم الاول هو ما يركض، والجول الاول لمسه يد واضحه وكلموه لاعبينا. ايش قال حق لاعبينا؟ قال والله انا عندي العضله الاماميه ما اقدر اركض الضامه. انت مجبور انت تحكم لي، انا ما اشرح عليه، انا اشرح على الدكتور احمد فرج اللي قاعد برا. يمكن اصيب بالتسخين شيء كذي.
صير نتفق يلا انا بروح وياك لكن مبين انا قاعد اقول لكم مبين والدليل على ذلك حتى التسخينه ما كان تسخين اللي قبل المباراه ترى مشاهد احنا رياضيين ونعرف الجيم الثاني دش لي حكم عمره 20 سنه الرابع قبل سنتين يلعب بالمراحل السنيه ما يصير تخليه شلون ما يصير شنو ترجمها لي شنو قانونيا ما يصير ما تقدر تخلي يا اخي هذا قاعد نشوفه بالخليج كله الشباب ما يعرف التحكيم يا ابو شاهد خلينا نكون واقعيين اقول لك شيء اعطيك معلومه ويمكن نشوف ان الحكم الحين في احتكاك بين ابراهيم العازمي وبين علي مقصيد تلفظ بالفاظ ما اقدر اقولها انا في بالبرنامج على لاعبنا وبالاخير راح تاسف منه ما يتلفظ عشان المشاهد الحكم الحكم تلفظ على لاعبي الحكم تلفظ على لاعبي والامر هذا احنا ما راح يطوف اذا فيها تحقيق فيها امر احنا كلجنه الانضباط اذا الامور هذه المحامي ليش انطرت اللي احنا نعتز فيه ليش انطرت محمد نواف الهزاع اتمنى لان راح نحضر لاعبين ليش انطرت انا اكمل لك بعد في يعني الحكم اللي حكم طبعا انا كنت كل احترام وتقدير حق ميثم حق كابتن ناصر الشطي ويعلم الله نتمنى لهم التوفيق وحنا معاهم يعني الحكم قريب لهم جدا الحكم الشطي اللي حكم الجيم الثاني قريب لهم جدا ونسيبهم زين انتم كلجنة حكام الديره كلها كذي لا لا يعني لا ما تحط لي تقدر تحط خالد ندى حق مساعد ندى يحكم بالمباراه هاي عاد تصير لا مو صحيح لا لا ما يصير مشاهد شلون يعني انت تظلم الحكم انت تظلم الحكم يا اخي في بند لائحه مشاهد انت توخر الشبهه انا ما انطر قانون انا اوخر الشبهه يا ابو شهد زين اعطوني حادثه علي محمود يصير حق عيسى وليد خاله شنو ما يحكم حق بعض انا ما اتكلم على الامر هذا الحين انا قاعد اتكلم لك على اللي انا اعرفه اذا واحنا قاعد اقول لك شيء اقول لك شيء خل عيسى وليد يدش داخل ال 18 ومن غير اي شيء علي محمود صفر بلنتي ايش بيقولون العالم لا لا لا, 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 لا تدخل ليش تدخل علي محمود بالشبهه تدخل انا الحين شفت الكلام اللي قاعد تقوله وخر علي محمود عن مباريات العربي عن عيسى وليد اذا هو خاله هاي المعلومه المفروض يعرفون جابر خصوصيه مجتمعنا كلنا لا لا مشاهد كلنا اقارب ما يخالف يعني لكن انا قاعد اقول لك في امور حصلت السنه هذه طيب لا لا اسوء ليش انطرت عشان ما عندي وقت عندي دقيقه ابي اخلي الدقيقه الختام عند محمد انا انطرت الحكم هذا ثالث مره يطردني الاولي ولا الثاني لا هو هذا الحكم زين الحكم لا الرابع اللي كان يسخن اي هذا ثالث مره هذا ما عنده شغل ضيف الله الفضلي ضيف الله إيه إيه الاول المتعهد لاعبين ضيف الله مو الاول اي الاول الرابع اللي طردك هذا صار رابع هو كان رابع هو راح قاعد الرابع صار رابع يعني طلع من الساحه قاعد اقول لك الشيء اللي تشوفه عندنا يا ابو شهد فهمنا الشيء اللي تشوفه عندنا ما تشوفه بدوري ثاني وهذا حاط دوبي انا قاعد اقول لك اشكره ايش بين 400 500 دينار يمكن ما اخذت منه لاعبين يمكن هو ايه متعهد لاعبين عرض عليه لاعبين ما اخذت منه بس انت كذي قاعد تتهمه انا اتهمه بشنو ان عشان ما اخذت منه لاعبين انا قاعد اقول لك انت تقول لي ليش طردك اقول لك يمكن يمكن لكن بالمقابل كم لعبه حكم لي ضد العربي ابو علي انت شرس بالملعب الله يسلمك لا ابو شهد انا احمي لاعبين اشوفك انا احمي لاعبين ابو شهد انا بالملعب احمي لاعبين شراسه يعني لا والله انا اتكلم وتناجر فردت فعلك توقع لها ردت فعلك يعني انت لما تقول لي حكم مو قادر يركض عند العضله الاماميه مشكلتي انا يعني اسمع لا سامحني شنو قلت انت مشكلتك انا اقول لك بعد هذا شيء مو تخصصك ممتاز هم لجنه وهم يقيمون هو يقيم شنو ما يصير كل مدرب الكره اختار ليش تظلمني انا ما اختار انا ابو شهد انا ما لا اختار لا يعني تقيم لكن انا لجنه تقيم ايش اللي اقول الحين ايه؟ يعني انا الحين اتوقع الدكتور احمد فرج التقرير اللي المفروض يكتبه على الحكام اقوى من التقرير المفروض يكتبه فينا احنا اوكي لكن انا ارجع واقول لك المشكله منه وفينا يعني انا ادري الدكتور احمد فرج راح يدافع عن ربعه وعلى قولتهم ومشي الامور أوكي. ويلا شكرا ابو علي بس ترى خسرها لك محمد كرم قال لك انت عندك مشكله مع حكام من بدايه الموسم لا والله لا بالعكس والله محمد كرم عندي اقل من دقيقه لو سمحت تفضل قول مشكور مشكورين بس شو اقول لك هذيك نص دقيقه لا عن المباراه بشكل عام لا انا بتكلم عن بشكل عام طبعا يلا عن الفريق طبعا العربي انا اقول يعني ختامهم زين فازوا في المباراة لكن الفريق يبي له امور كثيره اذا بتخططون للموسم القادم اذا في تفكير مسؤول على الفريق وبتسلمون ناصر الشطي وميثم الشطي ما يصير تعطونهم الفريق كذي وتقول لهم يلا تعالوا روحوا وتخلونهم ما يجوز تعطونهم ظهركم وتخلونهم يبونهم امور كثيره
يبي لهم لاعبين، يبي لهم محترفين، يبي لهم دعم، يبي لهم. انا امانه يعني كلمه بقولها، ما والله ما اكو شيء شخصي بيني وبينهم، يبي اداره فريق جديده. أوكي. اداره فريق. ما اقطع كلامك علي، احمد خلف اليوم لعب. انا يعني وجهه نظري المتواضعه جدا، انا اعتقد العربي عندهم موهبتين حاليا، علي احمد خلف وبدر طارق. شكرا. في لاعب متاخر لو الاصابه العينه هذه اخذته يا برث. احنا مشكلتنا من لاعب صغير زين، عطى فرصته عشان يبين انه زين عشان يصغر الموضوع. بس اقول لك اداره الفريق لازم تتغير، في اداره جديده للفريق مع احترامي للجميع. أوكي. مو زينين لكن في امور وايد تساعد. شكرا لك محمد كرم، شكرا سامي. عفواً عفواً. شكرا ابو انور الهادي. الهادي حبيبي. حبيبي هادي متى اخر دقيقه؟ اخر دقيقه هادي ولو بالفاصل دام زنكي. شكرا لك. شكرا لك حجي خليل. تصبحون على خير.